مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم واهلا بكم في حصه الجزائريه فوت بعد عوده وغياب دام قرابه شهر كامل. صحيح طولنا عليكم ولكن كنا ربما غطينا العرس الكروي الافريقي. اذا مشاهدينا الكرام مرحبا بكم. عدد اليوم سوف نخصصه لعديد من القضايا والمشاركه الانديه الجزائريه في الكؤوس الافريقيه وكذلك قضيه شبيبه القبائل والعديد من النقاط، ولكن قبل هذا دعوني اتشرف باستضافه لاعب اتحاد العاصمه محمد بوعلام المدعو حامية. مرحبا بك محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، نشكركم على هذه الاستضافة ومرحبا بي مع مرحبا بك في دارك حامية، احنا متشرفين بوجودك معنا. كذلك كما اتشرف بسيد نور الدين بركاين مسير ومكلف بشؤون القانونية في فريق شبيبة القبائل. لدينا ما نتحدث اليوم فيما يخص شبيبة شيخ، مرحبا بك. بطبيعة الحال نشكركم سي يزيد على هذه الدعوة، بطبيعة وجودي اليوم أمامكم في هذا الحصة الرياضية الجزائرية فوت. الغرض منه هو توضيح قرار الطاس وبطبيعة أخرى نتائجه في الميدان على شبيبة القبائل. إذا إن شاء الله راح نتطرق إلى كل هذه النقاط. مرحبا بك سيد نور الدين مرة أخرى، كما تشرفوا باستضافة سيد الخضر عجالي محلل الحصة وقناة الجزائرية. مرحبا بك الخضر. السلام عليكم. وعليكم أهلا السلام. بك أخي يزيد، أهلا بالضيوف الكرام جلال والجمهور الرياضي الكريم. إذا مرحبا بك الخضر، كما نتشرف أيضا باستضافة السيد جلال ياي صحفي بالقسم الرياضي وبقناة الجزائرية، زوجة خلاص جلال دوكا بلاصو فوتبول ناسيونال. مرحبا بك. مرحبا بك يا زيد، بو ما ديناش الزوجة مع المنتخب الوطني، مي حنا ربحنا حاجة، الخضر عجالي فانوزا كومباني حتى لافين سيزون إن شاء الله. صافي بليزير، سي أن كرون مسيو، متشرفين كي يكمل معنا المشوار إن شاء الله. إذا مرحبا بك جلال ومرحبا بجميع الضيوف. مشاهدينا الكرام نروح نشوف الفقرة الأولى في الحصة والأسبوع في 120 ثانية. إذن الأسبوع في 120 ثانية نلخص فيه ربما العديد من الأحداث التي جرت في الأسبوع الماضي. إذن المشاهدين نروح نشوف فقط مع المخرج أول فيتياغ الخاص بالأسبوع في 120 ثانية. الاثنين، اجتماع رؤساء الأندية للرابطة المحترفة الأولى مع وزير الرياضة ووزير العمل والضمان الاجتماعي حول قضية الاحتراف في الجزائر وموضوع تهرب الأندية من تقديم اشتراكات اللاعبين في الضمان الاجتماعي، وهو ما أثار ضجة وسط بعض الرؤساء. الثلاثاء، انطلاق الجولة 20 من الرابطة المحترفة الأولى بتقديم 4 مباريات نظرا لارتباطات بعض الأندية بالمشاركة القارية. الجولة عرفت سقوط الرائد مولودية بجاية ببلوغ أمام مولودية الجزائر وتعادل اتحاد الحراش مع اتحاد العاصمة، كما عرفت نفس الجولة فوز شباب بالوزداد أمام مولودية العلمة في الوقت الذي أطاحت جمعية وهران بأولمبي شلف. الأربعاء، المحكمة الرياضية الدولية ترفع العقوبة عن شبيبة القبائل فيما يخص المشاركة في رابطة أبطال إفريقيا بعد العقوبة المسلطة عليها من طرف هيئة الكاف. الخميس، المنتخب الجزائري يحافظ على المركز 18 في ترتيب الفيفا لشهر فيفري رغم خروج الخضر من الدور الربع النهائي من العرس الإفريقي. الجمعة، اتحاد البليدة يطيح بالملاحق المباشر سريع غليزان بهدف لصفر في مباراة وسع من خلالها أبناء مدينة الورود الفريق إلى 6 نقاط عن السريع و8 نقاط كاملة عن صاحب المركز الثالث دفاع تجنانت. السبت، ختام الجولة 20 من الرابطة المحترفة الأولى بصعود الوفاق سطيفي إلى الرياضة مناصفة مع مولودية بجاية ب35 نقطة وبفارق 4 نقاط كاملة عن أقرب الملاحقين في صورة مولودية وهران وشباب بالوزداد. إذا سيد نور الدين بركاين، أفضل أن أبدأ معك ولو أن الحدث في هذا الأسبوع كان قضية الطاس وشبيبة القبائل، ولكن قبل أن نتطرق في هذا الموضوع نروح نشوف فقط اجتماع رؤساء الأندية مع الوزير، وزير الرياضة ووزير الضمان الاجتماعي. ربما كانت صحيح اجتماع خرجنا ببعض النقاط، ربما لديك ما تتكلم في هذه النقطة. ربما الشيء الملفت للانتباه هو خروج بعض رؤساء الأندية على سبيل السيد حناشي محمد شريف الذي لم يكن راضي بالاجتماع، لم يتقبل ولا سيما فيما يتعلق بقضية الاشتراكات. أن ربما لازم نذكر شيء، أن أول فريق دخل الاحتراف في الجزائر هي شبيبة القبائل وهذا في شهر مايو 2010، هو الفريق الأول. هذه نقطة ربما ما يعرفهاش الجمهور الجزائري. الجمهور الجزائري ما يعرفهاش، ولكن كان شبيبة القبائل السباقة للاحتراف. كان يعني حبينا ناخذوا نقولوا كما نقولوا نفتح الأبواب للفرق الأخرى باش تدخل في الاحتراف. هذا في شهر مايو، بالرغم من أننا كنا نقولوا آنذاك
بأن الاحتراف ما لازمش يكون غير في الأوراق، ولكن الاحتراف لازم يكون في الميدان، لازم تتسيد، لازم تتسيد في الترشيد. لأن اليوم رانا نشوفوا مثلا دفتر الشروط، دفتر الشروط يتعلق بفريق محترف، ولكن في الميدان اوني توجور اماتور، سي دي كلوب اماتور. الاحتراف هذا سيني كو دو لونك سو البابي، يعني حبر على ورق لحد ساعه. هو مجرد حبر على ورق، ان الاحتراف معناه ان كل الفرق المحترفه لازم تكون متمكنه ماديا، وحنا رانا نشوفوا مازال يعني الدوله راهي تساعد في الفرق، راهي تساعد في الفرق شيء لازم في الظروف الحاليه، لان الفرق ماهيش قادره في الظروف الحاليه اللي راهي عليها باش تمون نفسها. سيد بركان تكلمني فقط على موضوع الاشتراكات، يعني كوتيزاسيون تاع لي جوار اونفير لي كناس، وتهرب بعض الانديه ان صح التعبير. 15 نادي حسب القرار لم يقدم هاد لي كوتيزاسيون. شوف بالنسبه للاشتراكات نتحدث على شبيبه القبائل، في الايام الاولى اللي تقرت فيه الاتحاديه باش بحضور لي جون دو لاكناس وكل الحضور باش يدفعوا كل الاشتراكات، هذه نتحدث عندها عامين، شبيبه القبائل كانت تدفع الاشتراكات لغايه اليوم، يعني عندنا تقريبا عامين وحنا ندفعوا اشتراكات تاع اللاعبين على اساس مبلغ 120 الف دينار، 12 مليون دو سنتيم. يعني هذا هو اللي كان مقرر، ولكن في الاجتماع الاخير سمعنا ان هذا المبلغ ارتفع. حتى يفهم الجمهور، تدفعوا مبلغ 120 الف دينار او تدفعوا على اساس 120 الف دينار، هي هل ترى هذه 12 مليون تدفعوها كاشتراك ولا كاساس انه مبلغ الصالير تاع اللاعب؟ لا ماهوش الصالير تاع اللاعب، سي فورفيتير، سي فورفيتير. حتى يفهم الجمهور، نعم. الى يتي ديسيدي، يعني هذا قرار، ماهوش يعني كاين لاعب ياخذ 100 مليون. يعني كوتيزاسيون تاع اللاعب 12 مليون. وكاين اللاعب اللي ياخذ 40 مليون. لا حتى يفهم الجمهور، كوتيزاسيون تاع اللاعب 12 مليون. كوتيزاسيون تاع اللاعب هي 12 مليون وهذا هو اللي تقرر. لاعبين ياخذوا 500 مليون وصيف. في الفرق الاخرى. في الفرق الاخرى نقولوا انه حتى نمر الى حامي ابو علام اللي يخلص 120 ولا 80 ولا 500 مليون الكوتيزاسيون تاعو سي 120 الف دينار 12 مليون. نعم. والان تغير الموضوع او تغيرت النقطه او ما عدا حدث. دوك راهي قضيه لازم تطرح من جديد وتناقش ويلقاو لها الحل. اذا مازال ما كاش حل سيدي. لان الاشتراكات تخص اللاعب، سي لانتيري دي جوار. صحيح. سي لانتيري دي جوار، اذا كان تاخذ 100 مليون خلص الاشتراكات تاعك. شيخ كون شوفوا يعني بور لانتيري دي جوار يفو ميو كيل باي بلوس كوم سا حتى غدوا يعني ترجع له ليه بالفايده. سيرتو نشوفوا لو بارفيت اكزومبل سي مسيو حامي او تبليسا، حتى اللاعبين ولا ما يخلصوا الاشتراكات تاعهم سي هما كو يخلصوها، باسكو تشوف لاعب هكذا تبليسا ابخي شكون راح يخلصوا ما كاش. خلينا نروح مباشره الى ربما الرابطه المحترفه الاولى، كنا شفنا في الفي تي ار الموب تواصل في الرياده وحتى وان سقطت ضد المولوديه والوفاق تلحق به كذلك في المرتبه الاولى. وي الموب كما يقول لك حتى لهذ الساعه راهم بيان، راهم دايرين باركور شباب بزاف، وين راهم برومي وراهم عاد كيطلعوا ناسيونال ان، حاجه مليحه راهم فيها. دي جوار موتيفي كذلك. وي الجمهور لي جوار راهم كاع موتيفي مول ليكيب، سي نورمال. ظن انه يقدروا يواصلوا على هذا النوال حتى نهايه الموسم؟ نهاية الموسم باقي لاش بزاف، ما باقي لهمش بزاف 10 جولات، 10 جولات يكملوا 30 نقطة، 10 جولات 30 نقطة. حامد مي كون كي نطلعها في لي موا تلقى باقي لهم شهرين ولا شهر. صحيح. شهرين ونص منافسة، نظن انه لاعبين اللي عندهم فريق يقدروا يرفعوا التحدي. وعندهم لي جوار، عندهم لي كاليتي تاع لاعبين ماغري كانوا في الدوزيام ديفيزيون، بصح لاعبين معروفين يعني تبتي وجودهم في البطولة. الخضر عجالي فقط ترتيب الفيفا، المنتخب الوطني يحافظ على مركزه 18، هنا نشوفوا انه ترتيب في الفيفا وفي افريقيا مغاير تماما يعني ترتيبين مغايرين تماما لبعضهما. هذوما سي با دي زانديكاتور، باسكو ماشي هذا اللي راح يعطينا كاس افريقيا. صحيح. نظن باللي اليوم اون ايتي ايليميني دور ربع النهائي. فوالا الوغ كون ايتي كاليفي، كون ايتي لي فافوري. كما سبق قلت لكم انا هادو لي كلاسمون منا لي انا بيرسونيلمون انا ما عندهمش معنى.
صحيح صحيح، خاصة هذا الترتيب ولو أنه أكثر منه ترتيب تجاري أكثر من شيء آخر. مشاهدينا الكرام، الحدث كذلك كان هذا الأسبوع في مشاركات الأندية الجزائرية في كأس الكاف وكأس رابطة أبطال إفريقيا. البداية راح تكون بمولودية الجزائر والتعادل المخيب للشناوة داخل الديار. بعد غياب دام 4 سنوات عن المنافسات الإفريقية وبنية الاستفادة من سلسلة النتائج الإيجابية الأخيرة في البطولة، دخل مولودية الجزائر مباراته في الدور الأول لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي ضد منافسه فريق الساحل النيجيري. أول فرصة للعميد جاءت عن طريق المهاجم موندونغا الذي لم يحسن استغلال كرة غورمي المرتدة من الحارس. بعدها غورمي يتوغل وكرته يتصدى لها الحارس. آخر فرصة للعميد في الشوط الأول جاءت بأقدام قائد الفريق عبد الرحمن حشود، مخالفته أبعدها الحارس الذي تألق طوال أطوار المرحلة الأولى. أول تهديد للزوار جاء عن طريق مخالفة تصدى لها فوزي شوشي ببراعة. الشوط الثاني بحث من خلاله أشبال أرتور جورج عن هدف التقدم، لكن تألق الحارس وتكتل الفريق الخصم في الخطوط الخلفية حال دون ذلك. المباراة انتهت بالتعادل السلبي، تعادل سيترك كل الاحتمالات مفتوحة في لقاء العودة الذي سيجري بعد أسبوعين بنيامي عاصمة النيجر. ما سجلناش برك، هذا ما كان، هذا هو الفارق اللي يدير في كرة القدم. ومقابله تاع 0-0 تعادل سلبي ما يخدمناش حنايا، ما سجلناش، هذا هو الفرق. امون افي اون با في ان غو مات، مات تي با بون دوفان ايكيب كي بور نو سي تي فوزابل. والله maintenant pas la peine à pleurer, c'est travailler. On pouvait faire vraiment une chose différente aujourd'hui, mais c'est passé pas comme on voulait. Voilà, maintenant c'est rester dans le championnat. On fait notre match très important mardi contre Asmo. Et après, on prépare le match retour contre l'équipe d'Afsa. Oui, parce qu'on est vite arrivé ici, en Algérie, pour s'acclimater. On a vu le dernier match du Mouloudia. Non, chez nous, pas question de défendre. Bien sûr qu'on va attaquer parce que nous voulons nous qualifier. Et on va se qualifier, Inch'Allah. لا والله انا والله انا الا فرحان مني دخلت الجزائر، لانه الاخواننا، لانه انا مغربي والجزائر بحال الخوت. كنت فرحان بزاف والجمهور اليوم فكرني في الجمهور ديال الرجاء والجمهور ديال مراكش الكوكب، وانا تنحترمه ومن هنا تنبعث ليه التحيه وتنقول ليه تنشكرو على لاكوي اليوم. شفت المولوديه واحد 20 دقيقه في الماتش ديال بيجايه، لقيت بان المولوديه اللي ايساي دو فير لو جو ال ام جوي تو فوا لي بيتي باس تو سا لو رونفيرسمون دو. C'est pour ça que j'ai mis un pressing bas avec le 4-4-2, tu vois, avec une défense plat. Et voilà, on a géré tout le match comme il faut. Mais je pense que le Mudia, il a eu 12 occasions nettes en première mi-temps. En deuxième mi-temps, je ne pense pas. Les joueurs ont pu se défendre et ont pu défendre jusqu'au bout. Ça n'a pas été facile, mais on est content. La qualification va se jouer à Niamey, Inch'Allah, le 27. إذا جلال يعيش، أنت كنت حاضر في ملعب عمر حمادي ببلوغين، رئيس المولودية يقول الفارق أنه لم نسجل في هذه المباراة. سي لوجيك يا زيد، نعرفوا أن المولودية راه تعاني في البطولة، لي جوار البال تاعهم إلي بوكو بلوس كونسونتري سور لو شامبيونا كو لا كوب دافريك، كواكو شفناهم أوسي كانوا تعبانين شوية باسكو ما نساوش بيلعبوا في صورة صافي دو سومان، زادوا لعبوا لا سومان باسي مع الموب، سيتي ماتش انفيرنال. ضد الرائد دونك 3 ماتش اون اون سيمين دي جور سي بوكو بو لي جوار. مي فو سينيالي اوسي الجمهور تاع المولوديه اشاك فوا دوبي لو ديبي تاع فاز روتور، جمهور المولوديه سي دوزيام اوم راهو يساند في الفريق. حتى البارح سي ماتش كوب دافريك مي لو بوبليك اي تي بريزون، الملعب كان ممتلئ عن اخره. اكزاكتومون البوبليك كان حاضر. اي اللاعبين تاع المولوديه شفناهم عندهم لو ديشي اوفونسيف هذاك اللي بالك راح ياثر عليهم. صحيح، ربما حاميه في مباراه مثل هذه، اظنش انه ان سيرتي مومون فريق المولوديه كان اعتمد على قرابه 5 لاعبين في الهجوم، ولكن ما قدروش يسجلوا ضد فريق الساحل من النيجر. وي ما قدروش باسكو بنتلي راهم ماش كونسونطرين في هاد التونوا هادي، باسكو راهم عم يلعبوا على الهبطه. سي نورمال ما يدخلوش ب حاجه الاولى، هما اللي حوسوها شامبيونه. ضمن انه لاعبين ما داروش يعني المباراه ما خداوهاش بجديه، حتى ربما يعني يبعدوا الضغط عنهم في البطوله. نو لاعبين يدخلوا بجديه
بجديه ويدخلوا مكونسونطرين وكاع، مي لا غالب تجي هكا، هي تجي هكا. دروك ما يلعبوا على الهبطه اللي كيكونسونطرو على الشامبيونات. صحيح صحيح. نور الدين بركان نظن انه ربما كلام اللي قالوا حاميه، يعني لاكوب هذه ما راهيش هدف تاع الفريق. لا ما نظنش، يا المولوديه كانت حابه تكون انطلاقه جديده من خلال المنافسه. ويعني انا مانيش تقني، ولكن على الاقل شفنا ان المولوديه كانت تهاجم في عديد من المرات، كانت عندها اكثر من ثلاث محاولات على الاقل للتسجيل، ولكن امام الحارس البارع شفناه يعني كان يعني بالمرصاد. ولكن 0-0 نخلي استاذ الجالي هو يعني الجالي، ولو انه مازال فيه مباراه العوده يعني الابواب تبقى مفتوحه للتاهل. الاخضر انا خليتك في الاخير، انه على بالي بلي عندك العديد من التحليلات قبل ان نتحول الى يعني تحليلاتك على الشاشه، فقط كلمه في مباراه التي خيب من خلالها المولوديه جماهيره. نظن باللي الفريق هذا اوجوردي يلدوت، رانا نشوفه على غرار واش عاش منذ بدايه السنه، وهذا شيء طبيعي. ونظن باللي لي زاتاكون تاع فريق مولوديه الجزائر زون كونفوندو اونتر فيتاس اي بريسيبيتاسيون، السرعه والتسرع. ونظن كذلك باللي ما عرفوش يقراوا طريقه لعب الخصم، لان دوك نشوفوا التحاليل الفريق هذا يعني عنده نقاط قوه وعنده نقاط ضعف، ومن بين نقاط الضعف تاعو ما يعرفش يدافع كيكون لو بلوك تاعو ميديون ولا او. بار كونتر كي كونت يسو روبلاس رابيدمون بلوك با كان تما كان يدافع. انا ما نظنش انه من المدرب انه كان يوجه توجيهات للاعبين يقول لهم عليهم ان يخرجوا الفريق المنافس الى الامام حتى يدخلوا له في الظهر. طبيعه الحال وهذا صحيح يزيد، يفالي روبارتير دو ديغيغ بروبرمون اترافيغ دي بتيت باس. دونك ايزوري بي فيغ ان ديبار ا 3. علاش ا 3؟ باسكو يا لو 6 اون جينيرال كي ديكروش لي دو سونترو كي يكارت، ودوك هنا يكون تغارات بما انه لي ميليو تيرا يفون سويفر لو 6. صحيح. دوك هنا دون لانترفال اونتر لي لين يفا يافوار دي زيسباس اللي رايحين يديروا مشاكل تاع لو. وهنا نفضل انك يعني نتحول مباشره الى الشاشه حتى ربما تزيد فهمنا اكثر في مباراه المولوديه ضد فريق الساحل النيجيري. فقط المخرج اعطيني لقطات التي ربما خيرها سيد الخضر عجالي. انا حبيت برك نشوفوا باللي اشاك فوا يا 1 2 3 4 5 6 7 8 ديفونسور بلوك با. هنا يافي دي بوسيبيليتي بار اكزومبل لو دفير لا باس ايسي اتوندر يفالي لا ميتر ايسي، باسكو نشوفوا هنا سيتي تري انتريسون هنا لابيل نول دو لا ديفونس، دونك لي ديال ايتي بوكو بلي افيكاس ايسي. كيما راك تشوف هنا اشاك فوا كونت يسون اون بلوك با يعرفوا ديفونديو. ومن بعد تيك نزيدو نشوفو، تفضل الاخ تقدر تافونسي. هنا نشوفو بلي بلوك ميديون يا بوكو ديسباس اونتر دون لانترفال، دونك هنا الفريق هذا ما يعرفش يدافع كونت لو بلوك ميديون، دونك هنا يفالي جوي او بروميير اتونسيون ايسي باغ اكزومبل خلف ولكن دفاع. خلف دار الدفاع. نشوفو بلي هنا يا يو ان روتار دون بريز دو ديسيزيون، قراوي فضل ان يلعبها من الجهه الاخرى لعبها سور لي كوتي. نشوفو بلي هنايا لو بلوك يفا سو روبلاسي رابيدمون، وهنا سي تري كومبليكي باسكو علاش يا بلو ديسباس. اي كونت يا بلو ديسباس ديجا لازم تكون عندك لا كاباسيتي كيما نقولو حنا في لو دريبل اليميني، ولازم تكون تاني كون فريكونس باسكو علاه لو كان تدريبلي والبالون يروح بعيد لو غارديان بي انتيسيبي كيما راح نشوفو تقدر تافونسي الاخ. فوالا دونك هنا نشوفو اشاك فوا دونك اي ديفوند مينيموم 7-8 جوار. وهنا نشوفو بلي المنطقه الدفاعيه فوالا، وهنا نشوفو بلي هنا يا با ديسباس هنا باش تو بو با فير غران شوز. دونك هنا من بين الحلول وتخرج لو بلوك تاعهم Ils défendent des blocs médians parce que, au niveau des principes défensifs, ils ne respectaient pas les principes défensifs. Mais, d'un autre côté, il y avait le jeu dans les couloirs. Parce que la densité, elle était dans l'axe chez l'adversaire. Donc, il fallait passer sur les côtés. Ou là, on charge le bloc adverse à travers un départ à 3 qui m'a fait un tcom. Ou dire un départ à 3 avec les deux centraux qui vont s'écarter, le 6 qui va décrocher, ou là, il va y avoir un suivi dans les deux milieux de terrain, ou là, il va y avoir des espaces dans le dos. Alors, فقط نقاطعك الخضر، كنا شفنا مدرب فريق نيجيري رشيد المغلاوي، هو المغربي ومغربي الاصل على كل حال، تكلم انه قال درس طريقه لعب المولوديه. ما ظنش انه ارتور جورج هو مساعدي فالدو ما قراوش مليح الفريق المنافس.
هما كانوا تكلموا وقالوا بلي ما عندهمش معلومات كثيره، ولما سي طري كومبليكي لما تلعب كونتر ان ادفيرسير وما يكونش عندك دي رونسينمون. دونك اون جينيرال كيسكون في اون لاس ان كار دور 20 مينوت لو طون دو لير المدرسه تاع لادفيرسير. ولما يكون هو ثاني الدرس تخلي الشوط الاول كما نقولوا احنا في العاميه الشوط الاول اللاعبين والشوط الثاني المدربين. ولكن الشيء اللي ما شفناش يعني كثير، شفنا تحسن عند مولوديه الجزائر باسكو شفنا لانيماسيون دون لي كولوار ا 2 ا 3، ولكن يعني هذا الشيء ما ان با يعني ما جابش ليفيكاسيتي اللي كنا نستناو فيها. تقدر تفضل اخ علي. دونك فوالا هنا كيما راكم تلاحظوا ا شاك فوا اي سون 1 2 3 4 5 6 7 8 ا شاك فوا يل ديفوند اون بلوك. وهنا كونت يا با ديسباس يعني تو بو با فير بوكو دو شوز. هنا يفو لو جو اون كونتينيتي سي تادير كو اكتو كيما هنايا مالغري كي لا اليميني ولكن ما كانش عنده ليسباس نيسيسير باش يكمل لاكسيون تاعو. دونك يفو سو سيرفير دي كوبان في هاد اللقطات هادي يعني لو جو اون كونتينيتي نمد ونعاود نطلب من جهه واحده اخرى ولا لي اون دو تخوا نستعمل جو فيكس دون لاكس بور تروفي ان ثوازيام كي بار دون ليسباس. تقدر تافونسي الاخ علي. فوالا نشاهدوا هنا كيما راكم تشوفوا هنا اي سون بلوك ميديون بلوك ميديون او نيفو دي برانسيب ايزيتي فريمون كاتاستروفيك هاد ليكيب. وهذه اللي كنت انا كان ماذا بيا نشوف هذا الفريق كانوا يطيريوه اترافيغ لو روبارتيغ دو ديغيغ كيما كنت نقول لكم دو ديغيغ بروبرومون. وهنا كان يكون des espaces هنا يا. تقدر تفضل الاخ علي. فوالا مالغري كو هنا بون يافي اور جو ولكن نشوفوا هنا لو ديفونسور هنايا لي 3 اي سون انصامبل والكاتريام اللي لا. دونك هنا سا بوز ان بروبليم. هنا ثاني راكو تشوفوا يا ترو دي سباس اونتر لي لين سكي في كو هنا ايزوري بي تروفي هنا الانترفال باسكو هنا il suffit une fois que tu trouves l'intervalle هاد اللاعبين كاع يسون اليميني. وهنا تقدر تكون اون سوبيريوريتي نيميريك. سي بور سا كو جو بونس كو اي فالي كو لو مولوديا اي فالي كيزاتير. هنا باغ اكزومبل نشوفوا اللاعب هذايا او ميليو تيران جو بونس كو دون سو جور دو ماتش اي فو كو لو دونجي فيان دو بارتو. هنا نشوفوه بلي يا لا بوسيبيليتي باش يروح سو بريزونتي. نعم ولكن هنا ما راحش يديرها، هنا راح يديرها اللاعب اللي يكون هنا. لو كان هذا اللاعب الى غوتاردي وهذا راح هذا ان با لانفورماسيون دونك ما راحش يشوف لو ديبا. ولكن هذا الى ديجا ان ديفونسور افيك لوي. دونك هنا كيما نقولوا كي كنا نقارنوا ما بين اللاعب المحلي واللاعب الاجنبي هنا بن طالب كان يروح. لو كان يشوف هنا سي تادير كو سي دي ميكرو تاكتيك ما يستناش المدرب يقول له عليها. حتى ولو كان المدرب يقول له هنا لازم تريح على غاماس نظن باللي لاعب محترف هنا يفا بروندغ سي ريسبونسابيليتي يفا سو بريزونتي ديفون البيت باسكو لا زون دو ديزيكيليب راهي هنا كيما رانا نشوفوا. تقدر فوالا يعني كيما راك تشوف كل اللقطات كل ما نلعبوا في لي كوتي اشاك تلعب المولوديه في الاطراف تصنع الخطر في دفاع المنافس وخاصه عندما لو بلوك يكون ان بو ميديون باسكو هنا راك تشوف هنا الديفونسور اي سون كو ميم او نيفو دي 40 متر وهنا اي سون اون ديفيكولتي باسكو يا دي زيسباس. وهنا نشوفوا باللي هنا اي فا يافوار ان ترافاي تري انتريسون. فوالا دونك اشاك فوا كو لو مولودي ا ايتي دونجورو سي ايسي سور لي كوتي دون لاكس يا في توجور دو لا دونسيتي. دونك انا نظن باللي في مقابله العوده نتمنى باللي الفريق مولوديه الجزائر راح يقرا هذه المقابله بطريقه جيده لان هذا الفريق ما عندوش لي برينسيپ يعني جي با فيو دو برينسيپ تاكتيك او نيفو دو لانيماسيون ديفونسيف. بار كونتر اون فوا كي زيتي روبلاسي كانوا يكونوا على غير هذه الصوره يكونوا كتله. دونك هنا اي فالي لي فير سورتير ولا يوتيليزي دونك كونتورني لو بلوك ادفيرس. شكرا لك الاخضر ربما على كل هذه التحليلات. نظن انه انتهينا من كل التحليلات. تفضل. شكرا جزيلا لك الاخضر. كذلك ربما حاميه في هذه المنافسه لدينا كذلك فريق اولمبي شلف الذي فاز هو كذلك الامس بهدفين مقابل صفر ضد فريق كامبوي من سيراليون. تنجم تقول اولمبي شلف راه كيما مولوديه الجزائر نفس الوضعيه في البطوله مي الاخر اولمبي شلف كان عندهم الحظ وين فازوا صحيح بالك القوي لادفيرسير كان ما كانش كيما لادفيرسير تاع مولوديه الجزائر باسكو لادفيرسير تاع مولوديه الجزائر كان يلعب بزاف سو لو بلوك ديفونسيف ديفونسيف بزاف
بلوس حامي نعرفوا بلي ملعب بومزارك بشلف سي استاد كبير التيران تاعو بولوغين الفريق الخصم ما يقدرش يغلق لك اللعب شي ما بولوغين بولوغين زوج ثلاثه يولوا لك الرول سي بون نقول لك اللعب تمشى بالون بي نور الدين بركان الفريق الذي عوض شبيبه القبائل ومديه العلمه فاز بهدف مقابل صفر ضد فريق سان جورج من اثيوبيا ربما نتيجه صحيح وشفنا ان المنافس كان صعب وصعب جدا ولكن فريق مديه العلمه تمكن من تسجيل هدف ربما سيساعده في مباراة العودة إن شاء الله هذا ما نتمناه. المباراة الثانية التي اخترناها لكم مشاهدين الكرام يخص شبيبة اتحاد العاصمة الذي فاز بثلاثية كاملة ضد نادي فلاح من تشاد ثلاثية ربما فاز بها أشبال زيري بلال نروح نشوفوا هذا الفتياغ ثم نعود عاد أبناء سوستارة لمنافسة رابط الأبطال إفريقيا بعد غياب طويل عن هذه المنافسة التي تعود عليها أصحاب الزي الأسود والأحمر سابقاً في مباراة ضد نادي فلاح التشادي وهو الموعد التي ودعت من خلاله أنصار الاتحاد نجمها المعتزل بسبب الإصابة حامية بوعلام. بداية اللقاء دخلها رفقاء الشافعي بقوة والذي افتتح باب التسجيل بعد 4 دقائق فقط من اللعب بعد مخالفة بن موسى التي وجد أقدام بوشاما والذي منح بدوره كرة سهلة للمدافع الشافعي مانحا بذلك تقدم للاتحاد. دقائق بعدها كاد مهاجم فلاح بودينا أن يعدل النتيجة بعد انفراده بدفاع الاتحاد لولا تدخل زيماموش. رد الاتحاد جاء 3 دقائق قبل نهاية الشوط الأول برأسية بايتاش كاد أن يضيف الهدف الثاني لولا براعة حارس الزوار. الشوط الثاني دخله رفقاء زيماموش بنية إضافة أهداف أخرى والبداية جاءت عن طريق البديل كواديو مانوتشو الذي تحصل على ركلة جزاء في 52 طرد على إثرها الحارس التشادي ليحولها المتألق يوسف بليلي للهدف الثاني. هدف الاتحاد الثاني لم ينقص من عزيمة الزوار حيث كاد أن يقلص النتيجة المهدم جيم نام بتسديدة قوية لولا براعة زيماموش. نفس اللاعب طرد بالبطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف على المدافع عبد القادر العفاوي. عزيمة أشبال بلال زيري لم تتوقف عند هذا الحد فقط حيث تمكن البديل كارولس أوندريا من إضافة الهدف الثالث في 96 من اللقاء وهو الهدف الذي قد يسمح لرفقائه من لعب مباراة العودة بأريحية أكبر. طروابيت هذوك يعاونونا في الماتش روتور وحنا حاولنا باش مادا بينا ماركينا كاع 6 ولا 10 بما حد ما كانش معانا ماركينا طروابيت باش في الروتور ان شاء الله نلعبوا ان شاء الله باذن الله. ظن لا فيكتوار هذه تاع 3-0 ما نقولكش كاليفيمي راح تخلينا واحد 70 حتى 80% نروحوا للتشاد اليس. ليعلن بعدها الحكم عن نهاية اللقاء بفوز الاتحاد بثلاثية مريحة نوعا ما رغم صعوبة الأوضاع في مباراة العودة. ما نجموش نتوقعوا سيناريو هذا يا قبل المباراة وين نجمو سورتو ليكيب تاع ليكيب وين ما نعرفوش عليها بزاف حوايج كلك ديتاي هكذايا سون با مال زون bonne équipe malgré ils ont pas encore commencé le championnat et tout. Ouais, on a raté beaucoup de buts. Même l'équipe adverse elle pouvait marquer la première mi-temps, elle pouvait marquer minimum un but. Yesma a bien joué. Ils ont des individualités qui méritent d'être félicités. L'arbitrage n'a pas été à la taille et à la dimension du match qui a eu lieu. Et l'arbitrage a affaibli l'équipe Fula Édifice du Tchad. حامية إذا مدرب الفريق الخصم تكون حاضر في المباراة كان تم تكريم كذلك من طرف أنصار اتحاد العاصمة أولا نكلم في هذا الموضوع ثم نتحول إلى المباراة. إي سي فري كي دخلت للستاد الشعب صفق عليا وكاع صافي بليزير وأنا نحترمه بزاف. بارك الله فيهم على هذه الوقفه هذه ربما قاستك نوعا ما قبل وي سي نورمال دروك واحد حبس الفوت ويديروا لك لي جيست كيما هاك
اي جيست صغير يكبر فيه يقدروا. صحيح، راح نولي لهذه النقطه ربما في موضوع ثاني، ولو انه اتحاد حقق ثلاثيه كامله كانت مباراه منافس لا باس به ابو علام، ولو انه مدرب منافس الخصم غير راضي عن التحكيم في المباراه. في الدف سي فري الياس ما صافي لونطون ما لعبوش لي تونوا كيما هاك، من وين البريمير ماتش هذا صافي قرابة 8 سنوات لم تشارك الاتحاد في رابطة الأبطال الإفريقية ليس الكاف. 8 سنوات وعجبوني ليكيب زعما روندا ولعبوا بيان ماغري لادفيرسير كان في الديبي كان شكل خطورة كان يوصل للمرمى عند زعما موش كان يوصل زعما للجول، مي بصح ليكيب عرفوا كيفاش يلعبوا المقابلة وين ما كانوش مقلقين كانوا بيان كونسونتري وين لعبوا البولا تاع تاعهم وين لعبوا كيما نقولوا حنا حبه حبه وين كانوا يوصلوا للجول ما تقلقوش كانوش يلعبوا لي باس لون كاع. صحيح، ولو انه والبيت الاول هو اللي ساعدهم باش يلعبوا براحه كبيره جا في وقت مليح و 3-0 الشوط الاول انتهى بهدف مقابل صفر جلال، ولو انه جمهور الاتحاد طلب باهداف اخرى نظرا لجميع الفرص التي ضيعها رفقاء زمموش فوق ارضيه الميناء. اكزاكتومون يا زيد، نشوفوا اتحاد العاصمه بارابور لي زوتر زيكيب الجيريان كي بارتيسيب في لي كومبيتيسيون افريكان، بيسمع عندهم ان جروب ايطوفي نوعا ما، عندهم مجموعه تاع 20 لاعب عندهم مستوى عالي سي دي انترناسيونو، دونك الجمهور من حقه يقول لك يفو ماركي ويفو يفو فير ان بون ريزولتا ضد فرق كيما هذا، باسكو او روتور لي كونديسيون يسخون اكسيبسيونيل، تكون حراره، يكون الميدان صعيب، تكون الارضيه قلت لك صعيبه، يكون لي كونديسيون اور فوتبول، دونك يفو ماركي. لانه يوم امس في تشاد كانت الحراره تفوق ال 40 درجه ورئيس الفريق توعدت كثيرا مسيري الاتحاد. الفريق هذايا عنده رئيسه تاع فريق ماشي رئيس، سي راه تشوف امراه تحكم فريق تاع كره قدم في افريقيا. اكزاكتومون، عندهم رئيسه في الفريق والمدرب تاعهم عنده العقليه تاع مدربين جزائريين. تحكيم مباشره. يعني دو كارتون روج مستحق يعني طرد الحكم طرد الحارس وتدخل متعمد على مدافع العفاوي الخضر. خليني تفضل. الشيء الايجابي هو لوسمان با اونكيسي، دونك هذا هو الشيء الايجابي. صحيح، كانت تدخلات حاسمه لزاماموش فوالا، سورتو لوكازيون هذيك تاع زاماموش نيتي با ايفيدونت باسكو ايتي سوربري. كان مغطي كذلك بالمدافعين. هنا باش نتكلموا برك المدربين، يعني لما في التدريب نهار يقول لك لي كريتير دو رياليزاسيون فوار لي زيبول تورني فيغ لا سيبل، يعني هذا ماهوش دائما صحيح. بالعكس، المهاجم اللي يقدر يخدع الحارس يفو الفيغ. واللاعب هذا كان ممتاز فوق ارضيه الميدان، اللي كان سد رقم 12 كان لاعب ممتاز. الاخضر خليلي كان شكل خطوره كذلك فوق ارضيه الميدان. الاخضر خلينا نتكلم لك على تزيري بلال وما يفعله في الاتحاد، ربما لم ينهزم حتى الان بعدما يعني شرف على تدريب الاتحاد كمدرب اول. طبيعه الحال تزيري بلال هو معروف في الساحه، ماهوش اسم جديد، كان لاعب كبير ادى بزاف الفريق ملاحة حسين داي الاتحاد يعني العاصمه كيف في نصر حسين داي كذلك. نعم، وانا فرحان بالمشوار اللي راه يدير فيه. وانا نظن باللي اليوم تزيري بلال عنده الكفاءه يعني باش يكون مدرب اول وباش يروح بعيد، لان ديجا راه مثل قبل بلا التدريب راه مثل اللاعبين اترافير سا كارير. سي تري امبورطون مدرب يكون لاعب ثاني كره القدم بلا ما نعاودوا كيما نقولوا حنا نحو الناس اللي ما لعبتش البالون. لا اليوم لازم اندماج الاثنين، وما نساوش ثاني مصطفى اكسوح اللي راهو يعاون فيه، باسكو ما يخفالكش باللي تزيري بلال راهو يدرس باش يكون نفسه وكلش، وانا ما عندي حتى شك باللي تزيري بلال راح يدير لا ميم كارير كيما كان لاعب راح يديرها ربما. يا زيد ما ننساوش العام اللي فات المدرب وفاق ستيف خير الدين مضوي كان ادجوان عطاو المهمه دا الفريق نحو التاج الافريقي، دونك تزيري بلال جو بونس كيلا البروفيل تاع كالكان ان مونور دوم اللي يقدر يزيد لو بلوس. ولو انه سالناه في ندوه صحفيه قلنا له اعطينا رايك في يعني هل تقدر تمسك الفريق في المستقبل، قال لك انا الامور نتركها للاداره. عنده تواضع تزيري، معروف انه انسان متواضع، وان بلوس دو سا شوفوا الى في دي شوا كوم في ليكيب، انا نشوف فرحات ما يلعبش بزاف عرفي ولا بقوه نشوفوا مد الثقافه في الندوه. قال انا مهمتي انه شفي تغني كاع اللاعبين اللي عندنا، هذا هو الثمار الاتحاد، لدينا 25 لاعب يعني يصلح في الفريق. وزيد بزياده تزيري بلال الي جون سان جون ترينر، واللاعبين شنو نقولوا صحابهم ماشي المدرب تاعهم، دونك اللاعب اللي ما يكونش مليح اللي يكون عنده حاجه يروح يقول بلي ما نلعبش ولا ما درتش فيها ثقه، تكون هذيك الثقه بيناتهم هذيك اللي كي فابورتي لو بلوس. سيد بركان، انتم كنتوا المفروض انكم تشاركوا في هذه
المشاركة الإفريقية في رابطة الأبطال الإفريقية. أظن أنه شبيبة لو مثلا سوف تنخرط في الدورة لهذه السنة ربما لديها المؤهلات. قبل أن نتحدث عن العوائق والأمور من الأمور، أنت كمسير أظن أنه شبيبة لديها كثير من لديها الإمكانيات باش تروح بعيد في المنافسة. بطبيعة الحال احنا شبيبة القبائل متعودين على اللعب في كؤوس إفريقيا، للتذكير تحصلنا على 7 كؤوس، بدل الخبرة تاعنا تخلينا نقولوا أننا لو ندخل في هذه المنافسة برب إن شاء الله نروح بعيد. صحيح صحيح. ولو أنه 6 كؤوس و7 ربما سوبر كوب سبع كؤوس افريقيا. سيتو كل بريزيدون حنا شفنا انتر سيزون لو ريكروتمون تاعو اللي درتوه انتم الفريق سيتي بور لا تشامبيونز ليغ اكزاكتومون افيك لي دلهوم افيك لي جوار دي دوخا دايور لي بريجوديس سوبي بار على جي اس كا اي ان بريجوديس مورال اي فينانسي. ربما العديد من اللاعبين تراجع مستواهم بعد سماع انهم مش حيشاركوا في رابطه ابطال افريقيا. كاين لاعبين اللي جاو خصيصا باش يلعبوا على ماتش دو منافسه ابطال افريقيا. وحنا درنا في بدايه الموسم الجميع كان يقول ان شبيبه القبائل درت احسن ريكروتمون كل موند لو ديزي. وحنا كنا درنا اون ايستيمي فير لو ميور ريكروتمون دون لو بوت دالي لو بلو لوان بوسيبل في شامبيونا لوكال اي بيان سور pour aborder la coupe d'Afrique dans les meilleures conditions. سوف نتكلم على خبايا شبيبة القبائل وقرار الطاس الذي ارجع الحق للشبيبة، ولكن مشاهدينا الكرام ابقوا ربما معنا في الجزء الثاني. قبل هذا نروح نشوف فاصل ثم نواصل. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في الجزء الثاني من حصة الجزائري يفوت. جلال يعيش، قبل أن نتحول إلى حدث الأسبوع راح نشوف ربما رابطة المحترفة الثانية وما يحدث في الريادة هناك. حقيقة قسم وطني الثاني فيه تشويق كثير كبير. شوفوا اتحاد البيضاء هو فريق الصدارة، مع كاين غير زاندارير دفاع تاجنام شامبيونا رولفي يعني. صحيح. إذا المخرج أعطيني جينجل لنتحدث عن الرابطة المحترفة الثانية. إذن أبناء مدينة الورود اتحاد البليدة يتصدر الرابطة المحترفة الثانية وبفارق 6 نقاط كاملة عن أقرب الملاحقين. نروح نشوف المباراة التي قام بها وغطاها جلال يعيش ثم نعود. لحساب الجولة 20 من الرابطة المحترفة الثانية، استقبل رائد ترتيب اتحاد البليدة الوصيف سريع غليزان وعينه على النقاط 3. بداية المباراة كانت لصالح المحليين، فبعد مرور 12 دقيقة تمكن المهاجم نوبلي من الحصول على ضربة جزاء نفذها بنجاح مسجلا الهدف الوحيد في المباراة. 5 دقائق بعد ذلك ركنية لأصحاب الأرض، المتألق نوبلي يسدد الكرة برأسه لترتطم بالدفاع، يستقبلها بودران من جديد ويسدد كرة قوية أبعدت للركنية من جديد. دقيقة بعد ذلك قطفة بودا يخرجها الحارس لتيم بيسو صعوبة، نفس اللاعب يعود من جديد ويسدد كرة متقنة وجدت الحارس بالمرصاد. الشوط الثاني لم يختلف عن الشوط الأول، اتحاد البليدة يواصل الضغط لكن الحارس منقذ مرماه مرة أخرى بعد رأسية نوبلي لينتهي اللقاء بدون جديد يذكر. لقاء نصب اتحاد البليدة في صدارة الترتيب برصيد 38 نقطة. كما قلنا احنا صح اليوم لعبنا مع منافس عنيد اللي كان كلاسي دوزيام، كان تحتنا الحمد لله انا ربحناهم هكا باش نريحوا دائما ان شاء الله في مقدمه الكلاسمون ان شاء الله. عندنا دي ماتش دوميسيل غادي نلعبوهم، غادي نحضروا لهم كل جديه واللي كتبها ربي مرحبا بها. اصلا نخدموا على جهه الصعود ما عندنا حتى اوبجيكتيف. لو ماتش كيما يقول لك هما بالك لعبوا الماتش بصح حنا ربحنا لي بوان، هذاك هو ليسونسيال. الكبيره طلعت تربح لي بوان، سي فري كان الماتش سيري، جاونا لي زوكازيون بريمير ميطون كنا قادرين نكملوا كيما يقول لك 2 و 3 بيت بريمير ميطون. مالوريزمون مركينا غير لو بينالتي. ديك ضربة الجزاء شوية أثرت فينا في الديبي تاع الماتش. الحمد لله كما يقول لك حنا باينين نولوا في لو ماتش، كان عندنا ديزوكازيون غارديان دو بيت خرجهم للداخل. كنا مخصوصين 6 ولا 7 لاعبين يعني أساسيين في الفريق يعني. ولكن أنا كنت منتظر يعني باش نجيبوا تعادل يعني من هذه المباراة باش نكونوا توجور يعني في المرتبة الثانية.
ما تكونش يعني بليده ديستونسي علينا، ولكن الحد ما كانش معنا. كاين ضغط كبير تاع النتيجه، الشيء اللي خليهم قلت لك ربما يعني يفكروا اكثر في النتيجه باش يبنيوا اللعب ولا باش يعني يلعبوا باكثر اريحيه، يبانوا كما كان، ولكن انا نظن سير البلان فيزيك ليكيب تاعنا نظن الى حد الان ما كان حتى فريق يعني اللي سيطر علينا. ربما جلال يعيش صورة عبد القادر بن عيادة مع نهاية المباراة تعكس الحقيقة التي كانت فوق أرضية الميدان بين الاتحاد والغليزان. حقيقة ماتش تخي ديسبيوتي، فريق غليزان عنده عدة لاعبين. بريدة وفريق غليزان اللي دوزيام كلاسمون عنده عدة لاعبين كانوا يلعبون ينشطوا في القسم الوطني الأول الموسم الماضي وفي المواسم السابقة على ليماج دو بالرملة حارس بن موسى. سيتي ماتش غولفي، بليدة سجلوا مع أو ديبار ومن بعد كيزون جيري لوغ ماتش. بن عيادة شفناه إلا طلع في دويال اللي سي بليسي. ونقول لك بلي لافامي بن عياده وسي عنده خوه يلعب فيه لازم تانيك لاعب في المستوى. نقولوا تانيك على جمهور البليده استقبل جمهور غليزان بحفاوه، ما داروا لهم والو، جاوا شافوا الماتش بيان وراحوا. دونك فير بلي توتال جو بونس كو لي دو زيكيب هادو اللي كملوا هكذا يطلعوا لي دو. صحيح الخضر عجالي، ربما مباراه بست نقاط نجح فيها الاتحاد الى توسيع الفارق عن سريع غليزان الى ست نقاط كامله. وهذا سي تري امبورطون باسكو سي لي كريتير تاع لي زيكيب اللي يطلعوا. Surtout avec des derbies, hein, on va dire, malgré que Mamche Karab, qui est un premier match, deuxième, c'est toujours, ça ressemble à un derby. Mais là, ce qui est le plus important, c'est le parce que des matchs comme ça, il n'y a pas très très longtemps, qu'on a un chauffeur, les chabits d'arabe, le moqabel, le dakhl, le bagarre général et tout. Mais non, l'engagement, c'est bien sur le terrain parce que ça fait partie du jeu. Mais il faut que nous nous وقواعد اللعبه داخل وخارج الميدان، وهذا الشيء شفناه في بليده والحمد لله. الحمد لله مباراه انتهت في روح رياضيه عاليه، كذلك دفاع تاجنات حاميه هو يعني متواجد في المركز الثالث، ربما طريسيري هذا الموسم الرابطه المحترفه الثانيه. نعم في الدوزيام ديفيزيون كما يقول لك تسحق بليز امبورتون، فات مني لعبت انا في الدوزيام ديفيزيون، يقول لك 3 بوان، يقول لك 3 بوان هي ليسونسيال باش ليكيب تطلع. ما يحوسوش تلعب بيان ولا الاداء ولا سي فري، خلينا من الروح الرياضيه افون تو اللي تكون كاينه الروح الرياضيه هي الاولى، مي في الفوت كاع لي زيكيب في دوزيام ديفيزيون يطلبوا 3 بوان. النقاط هما الاهم، النقاط هما الاهم باش يطلعوا بريمي، لاخاطش هما لوبجيكتيف تاعهم باش يطلعوا بريمي ديفيزيون. صحيح نور الدين بركاي، انت لديك كذلك خبره طويله في مجال كره القدم، بالكلام اللي قاله هنا اليوم حاميه اظن انه فعلا الرابطه المحترفه الثانيه صعبه جدا عن نظيرتها الرابطه المحترفه الاولى. صح صعبه، لان لما نشوفوا فريق مثل اتحاد بليده ديمول في لعب في الفلايون جوستومون ولقاوه في الدوزيام ديفيزيون، دونك يفا تو فير باش يصعد، وعندهم يعني فرصه تواجد المدرب الكبير كمال مواسى اللي كان درب شبيبه القبائل، وحنا نعرفوه بالانضباط تاعو اللي سي كان كما يقولوا اونترينور كاليفي اي تري تري ريغورو. ونشوف يعني اتحاد بليده ولا حتى سريع غليزان نشوف عندهم مقابله يعني جميله، ولو انه عندهم يعني فرصه باش صحيح. ويوجد كذلك انديه كبيره في الرابطه المحترفه الثانيه في صوره شبيبه بجايه وداد تلمسان، يعني حتى الانديه الاخرى، ولكن هذه الانديه هي اللي لعبت كثيرا في الرابطه المحترفه الاولى. جلال فقط نور الدين بركاين، ربما الموضوع الذي ينتظره الجمهور الجزائري وشبيبه القبائل هو موضوع الشبيبه. مشاهدينا الكرام نروح نشوف فقط جنجل لحدث الاسبوع. إذا حدث الأسبوع لأمسية اليوم خصصناه لشبيبة القبائل وما يحدث داخل بيت الشبيب، داخل بيت الشبيبة، وقانون يعني القانون تاع لاطاس، لاطاس عفوا، اللي كان ملح الحق للشبيبة في استرجاع كل ما سلب منها. قبل أن نتحول إليك فقط سيدي نور الدين، راح نشوف الفيتير الذي عددناه لشبيبة القبائل. تمكنت شبيبة القبائل من استرجاع حقها بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية بإسقاط العقوبة المسلطة عليها من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعدم مشاركة الكناري في المنافسات الإفريقية لموسمين متتاليين بعد حادثة بوجونغو إيبوسي، وكذا استرجاع الشق المالي الذي دفعته إدارة النادي إلى أكبر هيئة كروية في إفريقيا لتوجه بذلك
الشبيبة صفعة لأكبر المسؤولين القائمين على الاتحاد الإفريقي، مطالبة إياه بتحمل مسؤوليته في ضرورة إعادة إقحام النادي في منافسة رابطة أبطال إفريقيا التي انطلقت هذا السبت. البطولة الإفريقية مازال ما بدأتش، إذا كان احنا طلبنا منهم باش يفصلوا قبل انطلاق البطولة، معناتها احنا أكدنا استعدادنا باش نروحوا لإفريقيا وباش هكذاك نلعبوا هذا البطولة إن شاء الله. بصح سيت اون فيكتوار مورال، سيت اون فيكتوار مورال، أون أبروفي بلي هذه لي سانكسيون إن ريان دو سبورتيف. هذا ما كان بلاد الحق، بلاد الحق، جبنا الحق في بلادنا مع فسونا، نحن ما عندنا ريان كومبري. اليوم يعني سؤال المطروح، هل هذا القرار اللي جا من تريبيونال انترناسيونال سبورتيف من لوزان يطبق ولا ما يطبقش؟ انا نقول لكم بلي ما يطبقش، ايل فون كونتينيو لور سال بوزون جوسكا لا فا. علاش؟ باسكو هما من الاول كي داروا هذه العقوبات باش سيتي كومبلو، ماشي باش يسانكسيونيو لا جيسكا دون مانيير سبورتيف. هذا وتنتظر إدارة النادي القبائلي اجتماع المكتب الفيدرالي يوم 19 من الشهر الجاري للنظر في العقوبات المسلطة على النادي محليا والتي عانت منها الشبيبة هذا الموسم كثيرا، خاصة وأن النادي يلعب خارج ملعبه منذ الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى. العقوبات لي سانكسيون لوكال، العقوبات المحلية استنفذت كل الطعون، يعني ما عندناش حق باش نزيدوا نروحوا لجهة أخرى. المشكل في إفريقيا وفي الجزائر هو الطبيق. شفنا فريق رائد القبة إلى أوبتوني غاند كوز، طلع بقرار من الطاس تاع سويسرا، بصح ان بايتي ابليكي حتى قريب تخلص لافاس الي، باسكو شغل سنينا مروره وهذا ينحينا العقوبات هذو محليا. وسويسرا هذه كنا دايرين دوزيام بوزيسيون، سويسرا في شهر طبقوا القانون وقال لك يا ودي انصفتنا، قال لك انتم ما عندكمش الدخل في القضيه هذه تاع ايبوسي، روحوا تلعبوا كوب دافريك. خويا ان شاء الله تكمل الفرحه وتولي الفرحه فرحتين ويعودوا الانصار للمدرجات، باسكو حقيقه هذا الموسم رانا نعانوا كثير، رانا بعد على الفريق، فريق القلب، شبيبه القبائل، الناس كاع راهي تشوف بليك الفريق راهو يعاني، رانا في المراتب الاخيره. إذن ليس جمهور الشبيبة فقط الذي يعاني، بل كل الجمهور والشعب الجزائري يعاني لما يحدث لشبيبة القبائل. سيد نور الدين بركين، دعني أولا أطرح لك سؤال، هل للشبيبة حظوظ في المشاركة الإفريقية هذا الموسم؟ بطبيعة الحال بعد قرار الطاس احنا أول شيء درناه هو الاتصال بالكاف عن طريق مراسلات، اخرها كانت في 15 يعني البارح، وهو التذكير للمراسله الاولى اللي بعثناها يوم الجمعه، مضمونها هي سويت ا ريزيرفي ا لا ديسيزيون بريز لو 11 فيفري 2015 بار لو تريبونال اربيترال دو سبور لو تاس، كما على بالكم، لالغاء قرار الكاف اللي اعتبرناه من البدايه انه مجحف في حق شبيبة القبائل. وبالنسبه للوقت، اذا كان الوقت، احنا قلنا ربما كاين اجراءات درناها الجمهور الجزائري ما على بالوش به، واننا رفعنا الطعن تاعنا في 15 اكتوبر وبعد 2014 15 اكتوبر 2014 وبعد صدور. تقريبا 20 يوم زدنا درنا طلب اخر اللي هو يقولوا له لا بروسيدور اكسيليري، كان الامر قضي كما نقولوا في المحكمه قضيه استعجاليه. لا بروسيدور اكسيليري بول لور دير يا ودي فوالا يا ودي لا كوب دافريك سيتي افون لا كوب دافريك قبل كان 2016 لا سطيف قبل النهائي من الذي نظمه وفاق سطيف قلنا لهم يا ودي فوالا لا كوب دافريك فاس جوي لو 1 نوفمبر سيتي لو 1 نوفمبر فوالا لا فينال قلنا له يا ودي ماذا بكم يفو جوجي سيت افير لو بلوتو بوسيبل كوم سا قلنا اذا كان يعني عندنا حظ باش نلعبوا هذا المقابله باش يقعدوا يوقعوا فيه اختلافات مع بدايه الدوره حتى ما يكونوش في امر الواقع دوفون حتى ما يديرونش دوفون لو فيت اكومبلي. وهذا الاجراء ماليوريزمون هذا الاجراء
يشترط لقبوله ان تكون الكاف تقبل بالاجراء هذا. لو تاس اون في لا دوموند او تاس لو تاس لو بريزونت لا كاف لا كاف دو ريبوندر الي بور او الي كونتر. مالوريزمون لا كاف ا ريبوندو قال لهم نون جو سوي كونتر بور لا بروسيدور اكسيليري. واش معناتها؟ يعني حبت تخلينا توصلنا الى امر الواقع. الان حنا وصل القرار، القرار صدر قبل انطلاق المنافسه، كان في 11 فيفري القرار صدر في 11 فيفري، وفي 11 فيفري تبلغ لشبيبة القبائل، في نفس الوقت تبلغ الى لا كونفدراليه الافريقيه. خرج في السيت انترنت، خرج في السيت انترنت. معناتها معناتها لا كونفدراسيون افريكان دونك الي او كورون دو ديسيزيون دو تاس، لا ديسيزيون الي كلير سي دو رد الاعتبار لشبيبة القبائل وتخليها تلعب فورا في هذه البطوله. خليني فقط نسقسيك انت راه هذا لا ديسيزيون دو تاس يعني لا رجعتها فيها، يعني سي اون ديسيزيون ديفينيتيف. القوانين او بلغه اخرى هل للكاف حق في تقديم طعم اخر؟ القوانين راهي واضحه، قانون التاس يقول ان القرارات التي تصدر من المحكمه الرياضيه هي قرارات نهائيه، اي سون ديفينيتيف. أنا سمعنا بطبعاً سمعنا بعض في الجرائد يقولوا أنها أن لاكاف فافير أبل، هي ما كانش منها، هو إجراء نهائي نهائي ما عندهاش. القانون يجمع على أنه القانون يجمع على أنه القرارات التي خرجت بها المحكمة الدولية للرياضة لا رجعت فيها، قرارات يعني قرارات نهائية، قرارات نهائية لا رجعت فيها، بدليل أن الطاس حكم حتى على الكاف بتعويض مدني، تعويض مدني قدره 5000 دينار اللي هي تمثل مصاريف مصاريف 5000 فرنك فرنسي، تمثل مصاريف أتعاب المحامي والإجراءات والتناقل إلى آخر ذلك. صحيح. ربما يا هل ترى ما جاوبتنيش بصفه نهائيه، يا هل شبيبه لديه كل حق في المشاركه هذا الموسم ام لا؟ ولكن نظن نقدر نجاوبك. تفضل تفضل. يعني الشبيبه عندها الحق باش تشارك في هذا الدوره، لان الدوره هذه المقابلات اللي صارت امس هي مباراه تمهيدية. تمهيدية، المرحلة التمهيدية بريليمينار و بريليمينار، دونك مازال يعني الدور المقبل. ولكن إذا تم إشراك شبيبة في الدور المقبل ما تعوض أي نادي؟ لا تعوض أي نادي، احنا العلمة راهي انطلقت ونبركوها على الفوز ونشجعوها كذلك، ونشجعوها ونتمناو لها الفوز في المباراة العودة. وبالنسبة للحل، الحل راه على مستوى الكاف ماهوش على مستوى شبيبة القبائل. احنا اللي يهمنا ان عندنا قرار، هذا القرار لازم يتنفذ وعلى الكاف ان تجد الحل. ولو اذا تم، اذا قدر الله وهذا لا نتمناه ان شاء الله، اذا تم رفض يعني اعاده الشبيبة الى هذه المنافسه، ما هو ردكم؟ نقول سي كون لانتيري دو لا كاف، سي كون لانتيري دو لا كاف اون روجيتون لا دوموند دو لا جياسكا. ما هو يعني الهدف؟ C'est quoi son intérêt, le fait d'être là? Surtout que monsieur, elle n'a aucun intérêt. Surtout que c'est des instances. Il y a une instance juridictionnelle qui est حق مشروع الشباب. هذا حق مشروع لها في المشاركة في رابطة أبطال إفريقيا. Donc ما هيش قضية عداوة بين شخص وآخر. قال ننفذ ولا ما ننفذش. ما عنده حتى فائدة باش ما تنفذش. سورتو كلش في لا ديسيزيون تاع الطاس يتكلم في 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 لا ديسيزيون، يقول لك لا كاف كيما يقول لك على سوسبوند لا جي اس كا سون دوموندي ولا بلا ما استمعوا لكم، بدون سماع اقوال الشبيبه. هنا نشوفوا نقدر نقولوا حتى يعني من بين النقاط، لان اثرنا ربما عباك يديروا طعن، كاين اوجه دفاع في الشكل وكاين اوجه دفاع في الموضوع. عشرات النقاط في الشكل وعشرات النقاط في الموضوع. يعني لو طاس après considération un moyen il pouvait prendre d'autres moyens parce qu'il يقول لك ما فصلوش في الموضوع، لما نفصل في الشكل ما نطلقش للموضوع. صحيح. هذا يعني باش نخبروا يعني الناس اللي يكتبوا في الجرائد، يقول لك الطاس ما ملزمش الكاف باعاده ادماج. الطاس الغى القرار، لما نلغي قرار يعني فعل اوتوماتيكي الى الحاله الاصليه. نرجع الى الحاله الاوروفيا ليتا انيسيال. ليتا انيسيال سي كوا؟ سي كو اوني ادمي ا جوي. ولو انه عيسى حياته راح يكون حاضر في مباراه نهائي السوبر بين الوفاق والاهلي المصري، ما نظنش انها ربما فرصه مواتيه للتقرب من هذا الرجل الذي اصبح يعمر في على القاره الافريقيه وطلب اعاده برمجه الشبيبه في هذه الدوره. كل حال هذه فرصة، هذه فرصة باش نتحدث حتى بالنسبة لرئيس الاتحادية الجزائرية، لأن لازم يعني ولو
لازم نكونوا في نفس الجهه. شبيبه القبائل هو فريق جزائري، صحيح. ما جاش طومبوكتو ولا منين جا؟ لا، قبل ان يكون فريق جزائري على الاتحاد هو مش على الجزائر، حتى نكون واضحين، هو مش على الجزائر، وهو من امثل احسن تمثيل جزائري خارج البلد يعني. ولا سيما ان شبيبه مازالها تقدر تمد للمنطقه كما قال الانديه الجزائريه، وبالتالي كما قلت على الاتحاديه وعلى كل اللي يقدر يدير حاجه في صالح شبيبه القبائل وفي صالح الجزائر لازم يدير، ما يقولش انا شوي نوتر باسكو افوار لو كومونيكي دو لا فيديراسيون ان كومونيكي فروا قال لك ايزون بري اكت تقول يعني خليني نتكلم لك على منشور الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، يقول فيه لا فيديراسيون انجيريان دو فوتبول برون بون نوت دو سيت ديسيزيون كي لاف لا سانكسيون دو كلوب انجيريان اي اتون لا سويت اوفيسيال كو ريزيرفيرا لا فيديراسيون افريكان دو فوتبول ا سيت افير. يعني ما ظنوش انه فيه بروده نوعا ما. كاين بروده، سي بور سا جو بوز لا كيستيون لا فيديراسيون، كو في لا فيديراسيون بور ايدي لا جي اس كا؟ راهي تستنى، سما تستنى، اذا كان حنا نسكتو هما يسكتو، كو في لا فيديراسيون؟ لا فيديراسيون دوا ايدي تو لي كلوب الجيريان، ال بو با اتر نوتر، سي فو، قول انا خاطيني. تدافع على فريقها، يعني فريق شبيبه يمثل الجزائر. لا، ما تقدرش لا فيديراسيون الجيريان تقول لك انا خاطيني هذه القضيه بينكم وبين الكاف، سي فو. On représente l'Algérie. La fédération doit aider l'Algérie. الموقف هذا من الاتحاد، سامحني جلال، لا بالي بلي عندك الكثير من الاسئله، ولكن الحديث شيق مع السيد نور الدين بركاين. علاش تشوف الموقف هذايا اونفير لو كلوب لاجي اس كابيلي من طرف الاتحاديه؟ بكل حال ما نقدرش يعني نلقى كما يقولوا السبب الحقيقي، ولكن نقدروا نشخصوا الاحداث. لأن ما فهمناش حاجة قبل الحادثة، العلاقات كانت طيبة جيدة ويمكن القول أنها كانت ممتازة مع الاتحادية، بين الفريق والاتحادية. بعد الحادثة، بعد وفاة إبوسي الله يرحمه، الأبواب كلها أغلقت، خاصة أنا شفنا تحت توت لي بورتي تي فيرمي، ما لقيناش ميم با كيلكان أ لا فيديراسيون أ كي سادريسي بو لو يدير يا ودي لا بروسيدور أفير كيفاش، ما كانش، ما لقينا حتى واحد. Je ne sais pas est-ce que c'est fait spécialement pour la GSK ou pour les autres clubs, je ne sais pas. Mais pour la GSK, من الحادثة هذه ما لقينا أي واحد. صار البعض يعاتب شبيبة القبائل لو فات كو الفريق تنقل إلى مصر وحناش يدار دي ديكلاراسيون في مصر، بالك هذاك لو فات اللي خلى بالك روروا يكثر الأشياء عليكم. لا، بالنسبة للتنقل تاعنا لمصر وين لعبنا مقابله مع فريق الزمالك، كان من المفروض ناخذوها من الوجه، يعني الوجه الصحيح تاعها، وهي التقارب بين الشعوب احسن بين الشعب الجزائري والشعب المصري، ولا سيما اننا عرفنا يعني بروده كبيره بين مصر والجزائر. هذاك التقارب كان يعني الفالي او كونترير ليكسبلواتي. لا، جلال ما يتكلملكش على التنقل الى مصر، يتكلم لك على ربما التصريحات. ديكلاراسيون دو حناشي على كل حال، حناشي كما كان يقول لي بورتي تي فيرمي، ما لقيناش مع من نهضروا. بيرسون على فيديراسيون، بيرسون لوسكو جو دي بيرسون يعني شوف الاداره كامل وجمعها، حتى واحد. دونك كي راح لمصر بطبيعه عبر عن الشيء اللي يعني اللي كان يحس به على هذاك الظلم. سي بركاين، حبيت برك ان بوان، سي شفنا بعد هذا الصرا هكذا، شفنا ان لا فيديراسيون الا كومونيكي في سيت تاعها لو بودجي تاع شبيبه القبائل، تكلموا على قضيه دابو، الان صافي اون سومان ودو تكلموا على قضيه لونغ، جو سي با اسكو خلصتوا لونغ ولا لا، حطوا حتى المنشور تاع التريبيونال تاع سويسرا يقول لك بلي شبيبه ما خلصتش المدرب الفرنسي لونغ في المستحقه تاعو، واش تقول على القضيه هذه؟ شوف، كاين امور وين الاتحاديه بالنسبه ليا غلطت. انا با ديفولغي لي سيكري دو كلوب، باسكو حنا بالك اون في لي بيلون، اون في لو بيلون كي نمدو انايا الاتحاديه ما نمدوش باش تنشروا في الجرائد، انا كنا قادرين نشروا حنا، دونك مدينا له الاخر باش يكون على مستوى تاعها. بالنسبه كانوا قدموا حتى البيلون يعني فينونسي تاع شبيبه القبائل كاملا ومفصلا، كانوا قدموا على الكوميسيير كونت، دونك افيزي بار الموقع الرسمي. دونك يعني مانيش نقول الكلام هذا باش نحرج اي كان، وانما الهدف هو يعني توضيح الامور
وقلتها في الندوة الصحفية، احنا ما عندنا اي مشكل مع اي كان في على سواء على مستوى الرابطة ولا على مستوى الاتحادية. الهدف تاعنا اذا كان تصرفنا باي طريقة كانت فالهدف هو حماية شبيبة القبائل، انقاذ شبيبة من الظروف التي تمر بها في هذه الآونة الأخيرة. سيدي انا فقط حبيت نسألك واحد سؤال، انت تمثل اليوم فريق شبيبة وجمهور شبيبة، ظن انه تحقرت صح في هذه القضية. بهذه المناسبة نسيت لازم نهني انصار شبيبة القبائل، لان الانتصار في تمثل في قرار تاع الطاس وزيد يجيب كما قلت في الندوه يفتح ابواب يعني اخرى، ابواب اخرى للفوز في المقابلات الجايين، وراهي بدات، لان الجوار دو لا جي اس كا سورتو لا سوبي كما يقول لك اضرار يعني معنوية. سيكولوجيك معنويه، ولكن ابريل القرار هذا يعني حتى يعني عاود ولا للوجهه. الان سؤال تاعك، يا هل ترى يعني تحسوا انتم يعني كمسيرين وابناء النادي انكم تحقرتوا فعلا في هذه القضيه؟ بالفعل احنا قلناها تحقرنا تاع الصح، لان لما تصدر قرار سبورسايفو، لما تصدر القرار وتمنع الجمهور بالتنقل لمشاهده مقابله، هذا معناه تو سامبلومون في القانون هذا قرار غير دستوري، il est anticonstitutionnel. De quel droit tu vas empêcher un supporter, ils l'ont fait, malheur. Ils l'ont fait, j'ai le premier match quoi, c'est Belabas, où une qalouna des supporters, ils ont makhlouhom chi dkhlou. Un autre match, nhaoulhom li mayo, dkhlou tous nu. C'est grave. يعني حتى يعني التطبيق يولي التطبيق الحرفي. يقول يعني مانيش عارف الحقد. كاين نوع من الحقد على انصار شبيبه القبائل من طرف وعلى من وعلى من طرف من شوف في الميدان يقول لك، الميدان هو يقول لك، لما نشوفوا انصار شبيبه القبائل تلزمهم باش ينحوا القميص تاع جونيفير باش يدخلوا، يعني كارثة. ولو انه انصار الفرق اخرى، شفنا العديد من المرات انصار المولودية واتحاد الحراج وكذلك عودة الشبيبة خارج الديار في ملعب عمر حمادي ضد اتحاد العاصمة، كان تكريم لانصار كذلك، ربما فيه تضامن من الانصار. ولكن شفنا مثلا في الحراج، يعني انصار اتحاد الحراج كانت يعني ما شاء الله بين يعني بين الجمهور الفريقين، الجمهور تقول جمهور واحد. شفناه يعني درك راهي الامور راهي يعني تحسنت، وعلى كل حال العقوبه تاع اللاعب بدون جمهور راهي رايحه تزول، الحق الاجل تاعها. سي نوردان حبيت تسيك على هذه العقوبه. بالنسبه للعقوبات المحليه، الناس يوم يتكلموا يقولوا لو بيرو فيدرال يكون لو 19 نورمالمون يفون لوفي لي سانكسيون، هل عندكم انتم حاجه رسميه بارابور سا؟ واش راكم تنظروا بالنسبه للعقوبات؟ ضمانات ربما فيها تلقى خاصه انا عارفوا انا كاع اللي كوم لابيل سا الحقوق تاعكم يعني ولا في لا جوستيس راحتوا كاع، واش لازم يعني المحكمه الرياضيه هنا في الجي درتوا كاع لي ريكور تاعكم، تما انا ما عندكمش الحق باش تزيدوا ديروا نوتر ريكور. C'est ça. On a fait tous les recours, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit. D'accord. Le droit de nous, comme ils disent en l'arabie, c'est le droit de nous. C'est-à-dire, ce n'est pas le droit que nous n'avons pas, mais que nous n'avons tout simplement. Parce que, comme je l'ai dit, vous êtes une mède qui n'a pas de بالنصوص الجزائريه قانونيه في الجزائر، لي ستاتو دو لا فيدراسيون، لي ستاتو دو لا كوميسيون دو ديسيبلين ني بريفوا با لو كا هذا اللي با بريفو، دونك تقول لك القانون يسمح لنا باش نشوفوا القوانين ولا سيما قوانين الفيفا واش تدخل في مثل هذه الحالات، ويروح لك الماده 144 ويقول لك عندنا حق في التشريع كوميسيون دي ديسيبلين ال دروا دو ليجيفيري، سي غراف ميم سي تو ليجيفير، حتى وين عندك الحق في التشريع لازم يكون في اطار القانون، لازم يكون في اطار العادات، لازم الاجتهاد القضائي. الاجتهاد القضائي مادام اسمح لي هذه النقطه، مادام ما كانش اي اجتهاد قضائي في الجزائر،
لازم تبقى في اطار القانون. سيد بركان انا خليني ربما انت تمثل اليوم شبيبه القبائل ورجال شبيبه القبائل، يا هل ترى توعدوا، خلينا نكونوا صراحه، يا هل ترى خلاص جمهور شبيبه عيا منها من هذه التنقلات، لاعب بدون جمهور، الفريق يعاني اقصاء من رابطه ابطال افريقيا، احنا كجمهور جزائري ومتتبعين لشؤون الكره الجزائريه كذلك سئمنا من الاوضاع التي تمر بها شبيبه القبائل، يا هل ترى توعدونا وتوعدوا جمهور شبيبه انكم راح تردوا لهم حقهم، ويوم 19 ان شاء الله راح يكون الغاء للقوانين المحليه الخاصه بنا. شوف او ما نقولوش القوانين ولكن الشي العقوبات، الشيء اللي نوعدوا به، الشيء اللي نوعد به الانصار، وانا اننا ما نش راحين نسكتوا، ما نقدرش نوعدهم بلي رانا رايحين نلعبوا، ماهوش انا اللي نصدر القرار، ما نش رايحين نسكتوا، وعلى الاتحاديه ان تاخذ العبره، هذه قلتها، على الاتحاديه ان تاخذ العبره من قرار الطاس. يا ناس هذو ظلمونا، المحكمة الرياضية الدولية، يا ناس راكم ظلمتونا، رجعونا حقنا. صحيح، ما هوش عيب. صحيح، ربما كلام معبر ومؤثر جدا، شكرا لك جيدا سيدي نور الدين بركاين. الخضر ربما كلمة في هذا الموضوع وما تمر به الشبيبة. أنا يعني الملف أنا ما عنديش كاع المعطيات باسكو ما كنت غايب، ولكن فريق شبيبة القبائل فريق معروف، فريق يعني حتى في الخارج من بين الفرق نقدر نقول لك في لي زاني 90 بالك سيتي لو سول كلوب الجيريان اللي يعرفوه الكور في اوروبا. تهضر على الجزائر يقول لك لا جياسكا، جياسكا بيلي حتى انا كانوا يقولوا لي كاع انت قبايلي، قبايلي تالمو يقولوا لك ما انت انتما تعلمت تعلمت القبايليه، تعلمت اللغه القبايليه الامازيغيه. ولكن الشيء اللي صرا يعني والله مؤسف، الموت تاع ايبوسي وهذا كاع المشاكل، احنا واش نتمنوا؟ نتمنوا ان شاء الله الفريق هذا يعاود المكانه تاعو الرياضيه خاصه، ونشوفوه على مستوى يعني الافريقي، ولماذا نشوفوا اللاعبين تاعو في الفريق الوطني الجزائري، باسكو ما يخفالكش باللي هذا الفريق مد لاعبين كبار للفريق الوطني، هذا ما نقدروش مد لاعبين كبار ومد كذلك الالقاب الى الجزائر، اهدى كثير من الالقاب. حمي احنا نولي اليك، فقط نختم الموضوع مع سيد نور الدين بركاين في سؤال اخير وفي عجاله من فضلك، اين وصلت قضيه ايبوسي قانونيا؟ قضيه قانونيا اين وصلت هذه النقطه؟ قضية المرحوم إبوسي راهي مطروحة على العدالة، راهي على مستوى التحقيق، وراهي قضية التحقيق راهي وصل الإجراءات القانونية إلى غاية إحالة الملف أمام القاضي المختص. ان شاء الله ان شاء الله نتمكن من حل هذه القضيه والعديد من الالغاز ان شاء الله. حامي ابو علام، محمد ابو علام والملقب بحاميه، ربما انت كذلك كان لديك اسبوع صعيب عليك جدا باعلانك الاعتزال كره القدم وفقدان امل في يعني ما راحش يكون عندك عوده مرتقبه بعد اعلانك عن الاعتزال. اي كما صرحت من قبل، ما قديش نولي الفوت باسكو فريمون الضربه اللي ديتها كانت غراف بزاف وما ريحتش منها تاني. هذه النقطه هي اللي ما خلتنيش نولي للفوت، وليت كي صافي 3 سنين وانا نداوي وندير لي زوبيراسيون ما عطاتش نتيجه. شحال من عمليه قمت بها حامي؟ درت 4 بليس قلعت لي ماتيريال، تسمى لي يقول 5 خطرات وانا نطلع فوق الطاوله. القرار كان صعب جدا اتخذوه حامي. واش الاصابه تاعك اكزاكتومون حامي؟ عندي لا شوفي فراكتير بيماليولير افيك لي غامو لي بيروني، كانت شويه اصابه معقده جدا. صحيح جلال، خلينا راح نشوف ربما الفيتيار الخاص بمحمد بو علام والذي يتكلم، ولو انه فيتيار قصير، يتكلم على مشواره مع الثلاث انديه التي حمل الوانها في الرابطه المحترفه الاولى والثانيه. الحدث صنعه هذا الاسبوع ابن الباهيه وهران محمد بو علام الذي اعلن اعتزاله لكره القدم بعد الاصابه التي تعرض لها منذ 3 مواسم في حصه تدريبيه مع اتحاد الجزائر. محمد بو علام صاحب 28 ربيعا لم يتمكن من العوده من الاصابه التي ارغمته على ترك المستديره وهو في مقتبل العمر، خاصه وان العديد من المختصين تنبأوا له بمستقبل كبير مؤكدين بانه لاعب من طينه الكبار.
ابن الحي العتيق بوهران تيريغو، لعب في 3 نوادي كبيرة، والبداية كانت بالجمعية وهران وبعد اتحاد الحراش، ليتحول بعد إلى أصحاب الزي الأسود والأحمر اتحاد العاصمة، أين قضى 6 أشهر في النادي وكان نجما فوق العادة ليكسب بذلك قلوب عشاق الاتحاد، لكن القدر أراد غير ذلك بعد الإصابة المعقدة على مستوى الكاحل، ليعرف مصيره نفسه مصير النجم السابق للاتحاد عز الدين رحيم. ولو أن هذا الأخير عاد ليداعب الكرة من جديد عكس بوعلامة الذي توقفت مسيرته بملعب عمر حمادي ببلوغين رغم عدم فقدان عشاق الاتحاد الأمل في عودته للعب من جديد. حامي ابو علان ربما في تيار مؤثر، صحيح نشوفوك انك تاثرت نوعا ما، نهايه المشوار انتهى في سن 25، ربما اصابه، خليني نكون قاسي معك نوعا ما، حطمت لك المشوار تاعك. صفري واحد ما عندهاش حاجه اخرى يديرها في حياته، كان عندي غير فوت، والحمد لله هذا قضاء وقدر، حاجه تاع ربي تقبلتها نورمال، الحمد لله هذه ولا حاجه اخرى كما يقول لك. صحيح فوالا، هذه هي الحياه، سنه الحياه جايه كيما هاك تقارع كل شيء. صحيح. اثرت بزاف، مي الحمد لله يا ربي. نشوفوا انك يعني القرار تقبلته بصدر رحب، وانا كنت تكلمت معك في العديد من الامور ما تاثرتش فعلا بهذه الاصابه، ولكن حامي ربما خلينا الجمهور الجزائري يفهم كيف كانت الاصابه، البعض يقول في حصه تدريبيه، والبعض يقول خطا طبي، خلينا نشرحوا كل الاوضاع ربما الخاصه بك. بون، انا كي نقرت في لونترينمون قرات وحدي، كنت رايح نريكيبيري بالون، مي كنت فيتاس شويه، وكانت صابه شتا، كانت تجلس شويه التيران كي نجلسي، جيت نجبد البالون بلاكوش، لقيت روحي في الارض، فريمون تما حسيت زلقت فوق البالون يعني. واي طلعت فوق البالون، طحت فوقها، ورحت لوبيتال، داروا لي لا راديو في الليل، نقل نقرات في الليل شويه 8 تاع الليل هكا، داروا لي لا راديو، ضرب الاولى قالوا لي عندك غيبيروني، ضربه تحتانيه ما شافوهاش كاع، قالوا لي عندك غيبيروني، انا بيروني تما الطبيب قال لي سي بون، قال لي بيروني دوك 2 موا 3 موا تريكيبيري، انا فرحت. اوبيريت عليه؟ لا تما داروا لي بلاط، كي يكون عندك بيروني ما يتاوبيريش عليه، داروا لي بلاط، رحت الغدوه عاود كان عندي رونديفو مع الطبيب، قال لي نعاود نروحوا لوبيتال مايو تما، قال لي نشوفوا زموري، دكتور زموري كيعطينا الراديو، كي شاف الراديو قال لي عاود لي الراديو، قال لي ماهيش تبان هاد ماهيش تبان لي، عاودت له الراديو، لقى الضربه كاع الكراف تحتها، باسكو بيروني جاي طالع فوقا، لقى الكراف، قال لي تدخل ديريكت اوبيري، كي قال لي انا ما كنتش نقارع كاع، انا كنت نقارع، يقول لي سي بون بيروني يعطيك مانيش عارف يعطيك صوالح ديرهم هكا يماتيريال يعني. فوالا انايا رحت الصباح مع الطبيب، عاودت له راديو تما في لوبيتال، كي شاف كانوا يشوفوا عندي لي شيروجيان تما، خلعوا قالوا لي الضربه فريمون كراف، ونورمالمون ما نديرش بلاط كاع. صحيح. باسكو بلاط كان خطا كبير، ودعوا لك الجبس يعني بلاط في المره الاولى. زاد تزير عليا، زاد كراعي تفقد بزاف، كان زاد كومبليكا لي كاع كراعي. فوالا ما عليناش، انا قال لي اوبيرا، ما كنتش واجد كاع باش نوبيري، جاتني داك ستريس وكاع، باسكو اوبيريت خطره نقرت في يدي ثاني، اوبيريت فت في مرحله شويه صعيبه ثاني، معليش تكلت على ربي، اوبيريت كي اوبيريت دار لي الماتيريال وكاع، في الدوزيام اوبيراسيون قعدت 25 جور بالماتيريال، قعدت 25 جور 25 يوم وليت له، قال لي بون نقلعوا الماتيريال دروك، يدخل صايب باش يقلع لك ماتيريال، غادي ما يبطاش، غادي تدخل يا ربي يقلع ماتيريال وتخرج. انا زدت طولت قعدت في لوبيراسيون الزوجه، قعدت لي واحد زوج سوايع ولا، بعد كي خرج هضر مع خويا قال له طولت، وقال انا ماتيريال غير بالخوفي نزع فقط يعني الامور اللي تم وضعها في فوالا. انا نهضر زعما صراحه، قال له كي قلعنا له ماتيريال عاود كراعه كاع تحلت. قال لها سي بور سا عاود رديت له لا شوفي تاعه، وباش تولي بلاصتها ماشي سهله.
شو العاود كاع من جديد. دالي عاود دالي ماتيريال عاود ردها ودالي ماتيريال بعد 3 موا ثاني بال ماشي بلاط بالاتيل الاتيل هذاك قعدت به واحد 2 موا ايدمي وليت عنده كي وليت عنده شاف قال لي سي بون زعما فرحني قال لي سي بون قال لي لا شوفي بيان منا قال لي بدا ريديكاسيون بديت ريديكاسيون كان مازال فيا بروش. وانت لما نتفكر جيدا لما كنت دير في لاريديكاسيون هذيك كنت تعاني نوعا ما كانت عندك الالم كان حاد انا كبير بزاف وكراعي من تفخه كان دارت لي واحد ريديكاسيون وي دارت لي لاين ديك سمو هكا في تاع الطب هكا واحد السؤال تعلمهم ايا قلت له قال لي باش تعاونك في لاريديكاسيون قال لي زيد قلع داك البرونش عاود دخلت البلوك قلعت داك البرونش عاود خرجت بديت ندير ريديكاسيون والو كراي توجور لا فليكسيون دورسال تاع لا شوفي هاك ما نجيبهاش معوجه قاعده هكا كراي ما نديرهاش هكا قاعده هكا كي وليت عنده قال لي قاعد يشوف قال لي ندير لك نيتواياج دار لي نيتواياج قال لي دوك هاد نيتواياج ان شاء الله تريكيبيري لا فليكسيون درت نيتواياج والو غير انا كل العمليات كانت فاشله بورتون درت ندير ريديكاسيون روح ما نعجز زعما ندير صباح وحشيه صافي كاين فيها شويه خطا نقلت بعدها الى فرنسا كذلك من بعد ما لقيت عليها حل من هضرت مع البريزيدون زعما الاداره حداد ربوح قلت لها فوالا فوالا قال لي ما كاش مشكل قال لي نسلك فرنسا اوكي رحت لفرنسا كي رحت لفرنسا كي شافوا الخدمه تاع ديت كاعك كواط كي شافوا الخدمه تاع الكسموه شغل هما ما عندهمش يتريتيكو في الطب في الكوليك تاعهم وي شون انا بانت لي شون ما هضروش قدامي بصح بانت لي بلي ضربه ما عجبتهمش خطيره جدا اصابه خطيره جدا فوالا قالوا لي ما عندك شونس دروك خذ اخرى قال لي كون نعاود نحلك ونعاود نخدمك من جديد قال لي صافي ما تحطش كاع كراعك قال لي انا ما نديش الريسك قال لي كاين حل واحد قال لي نزيد نيطوايي لك جينيرال قال لي بوتيت عم تريكيبيري قال لي هذا هو الحل اللي عندك قال لي وصاصبو تنجح صاصبو ما تنجحش انا قلت صح نديرها انا دروك لا راني قاعد كيما هكا ما نلعبش نديرها نزيد درتها وبديت ريديكاسيون ثاني دخلت تما كلير فونتين درت ريديكاسيون عاود دخلت البلاد هنايا قعدت ندير ريديكاسيون ثاني قعدت غير انا وزاد الضر زاد ولا اكثر من اللي كان الاولى كنت تتعب يعني كنت تعب في الاولى كنت نتمشى بلا ما ننظر دروك وليت نتمشى وليت ننظر في الاولى كنت نجري في السطاد هكا بصح ما بصح ننظر ما كنت بصح دروك وليت كي نتمشى وليت ننظر بزاف حتى في المشيه ولات عندك صعوبه اخضر ربما كلمه في هذا الموضوع انت كلاعب وكمدرب حالي يعني هذا الشيء قال لي راه يتكلم عليه انا راني حاس به باسكو ا 18 اون درت بي بالجي دو فوا وباش نقول لك في المشوار الرياضي تاعي قمت ب 11 عمليه 11 وماشي غير في بلاصه واحده درت سكافويد درت هنايا درت على نيفي لا ماليول كل ربما عمليات تاثر على مردود اللاعب وكما نشوفوا اليوم بإعلام ربما اعجاز كلي في العوده على كره القدم ولهذا انا يعني لما نسمع الناس برا يقولوا اللاعبين كيفاش يتقاضوا وما بالغ شوفوا بلي هذا الشيء ما راهش دايم وهذا نصيحه ثانيه للاعبين لازم تخموا على رواحكم باللي تقدروا نابورت كيل مومون تاخذوا اون بليسيور ما لا خموا على المستقبل تاعكم ولكن ليك انت اليوم يعني الى لو فوتبول هذا لا باسيون تاعك ما لازمش تحبس هنا عندك طريقه اخرى كيفاش تمارس لا باسيون تاعك اليوم لازم تمد للدراري واش تعرف بالصح لازم تروح تضر شويه فهمت ما لازمش تحبش ولازم منضك لو كان تزيد تصبر عام ولا عامين خلاص فهمت واش حبيت نقول محمد ربما رؤيه النظره تاعك انظر الاداره هل ترى وقفوا معك من جانب النادي زملائك كذلك ربما كانوا واقفين معك طيله هذه المحنه زعما الاداره الله يعطيهم الصحه ولي جوار هما اللي وقفوا معايا كون ماشي هما بالك ما نلحقش كاع نروح لفرنسا وراني هنا معاكم بالك راني في الدار لقيتهم حاميهم مستحقات تاعك كنت نخلص نورمال من بعد يجي واحد الطون وين تكمل الكونترا وكاع تولي تخلص انت خلينا انت كنت سنيت ثلاث مواسم وكنت يعني اصبت في 6 أشهر الاولى يا هل ترى من 6 أشهر الاولى حتى نهايه العقد تاعك كنت الرواتب تاعك ديتها بصفه عاديه او كانت بصفه عاديه تديها من لاسيرونس ما توليش الاداره تخلص متأمن نعم متأمن حتى تبع الاداره وكنت ندي كل شهر نخلص نورمال من بعد كي تكمل الكونترا تروح بونسيون صح سيتو كيما هكا
هذه في اداره اتحاد العاصمه وي زعما والحمد لله زعما اللي نقرت في هذه ليكيب بالك كون قرت في ايكيب واحده اخرى جو بونس با لا زعما تلقى نفس المعامله وي بيان سور جلال ربما تشوف انه هنا اداره اتحاد العاصمه قامت بالواجب تجاه حميه بوعلا سي بور سا مع الاول كنا نتكلموا مع الاستاذ على لا كلاس على لا سيونس دي جوار باسكو لا نشوفوا لاعب كيما هذا ضيع مشوار تاعو هنا باش نشوفوا فريمون لو بروفيسيوناليزم فريق اتحاد العاصمه سي ان كلوب بروفيسيونيل اي باي سا كوتيزاسيون نشوفوا اللاعب خدا مستحقه تاعو لا حب ان الفرق الاخرى هي كذلك تخلص وتكون عنده بريزون شارج كيما حميه بوعلا نور الدين بركان تفضل الجياسكا باي لي كوتيزاسيون عندها درك عامين يعني من اليوم اللي قرروا دفع الاشتراكات دونك نقول صافي من 2013 بدليل ان ايبوسي الله يرحمه بعد الوفاه تاعو البلف تاعو راه على المستوى الكلاس تحول الكلاس شبيبه في سابق كان قاسمي الله يرحمه كنا خلصوا في الاشتراكات ربما الاشتراكات هذه راح تحمي النادي وتحمي اللاعبين كذلك انا لما نشوف صوره حاميه ابو علام اليوم انا والله فعلا متاثر ومتاثر جدا لانه الاخضر كان لاعبا معلق عليه اكثر من الامال كان لديه مهارات كبيره كبيره جدا والله الشيء اللي شفته قام به يعني انا ما بصراحه بو ما كنتش انا ما نعرفوش مليح ماشي غير انت بزاف لي جوار تاع الجزائر ولكن لما شفت لا غولاسيون مع الكره مو ديما نقول لكم غولاسيون سبيسيفيك افيك لو بالون يعني كاين اللي يدرب لي جوار تاع السيرك وكاين كي افيكاس سور اون اكسيون انا سكي لا ريوسي افير اللاعبين مثلا تاع فريق مولد الجزائر ما قدروش يديروه باسكو دون ان بتي اسباس قدر يليميني تتكلم عن لقطه الهدف ضد فريق سابق اتحاد الحراج وهذا هذا الشيء هذا ما نقدروش نعلموه للجوار هذا يعطيه له ربي سبحانه فطره هذه فطره ولهذا يعني نحس به لما يتحسر ولكن ما لازمش تحبسه هنا هذا الشيء اللي تعرف ديره لازم تعطيه للدراري اللي راهم جايين في الجزائر ان شاء الله اللي يبقى بطرا اسكو انت تقدر تعاونه باش يولي مدرب اسكو انت بيان سور ماشي كاع اشكال ماشي هو كنت في اتحاد العاصمه رغم اني توقفت ولكن المدربين باب داري راهي مفتوحه يعني ما كان حتى حنا نقول لك انه الى توجهت لهذا الميدان الشيخ الاخضر عجالي راه حاضر هنا ان شاء الله باش يطرق في هذه نزيد اضافه واش كان يقول يعني حتى انا تعاملت مع الرئيس حداد يعني في هذا الباب يعني ما كان حتى اشكال سي انسان اللي لا توجور ريسبكتي سي كونترا من هذا الباب ما شكيتش يكون مشاكل ان شاء الله احنا نتمنى انه حاميه ربما صحيح انت اعتزلت ميدان كره القدم ولانه علاقتك مع الانصار بقيت دائما طيب الحمد لله وي وي الانصار توجور كما يقول لك في القلب وقفه مع كي تروح للستاد يسقسوا عليك هكا وتوجور يحوسوا وراك واصل وكاع تكبر فيك اما حاجه مليحه الحمد لله ونشكرهم بزاف و وصل الحراش انصر حراش ثاني واحد هذا غير فوت واحد هذا فوت هذا ماشي قضيه تاع حقد ولا حنا نستمتعوا رانا نلعبوا نتفرجوا من بعد سي بون بصح حتى هما ابارامون عندهم علاقه قويه معك يحبوا لدي علاقه مع ثلاث انديه يعني جمعيه وهران اتحاد الحراش واتحاد العاصمه الكل يحبك ابن تيريغو محبوب الجماهير الجزائريه تذكر فقط ان حاولنا احنا كشباب القبائل حاول الاتصال جيبوا اللاعب لانه اللاعب يعني اللي يكون عنده ميزه في الفريق يعني اي فريق يحاول يجيبه صحيح. خاصة الأخلاق ونعرفكم أخلاقه ولا من لدي مفاجأة لك مع نهاية عدد اليوم ولكن قبل هذا تفضل الأخضر الجانب التقني برك كان خاصك لا بروبريوسيبسيون وليزومتري لو كان كنت في هذا الباب هذا يعني كنت خادم كنت آلاز ما كانش صرا لك هذا لابليسيور هذه دونك لما تولي مدرب خدم اللاعبين تاعك سي ان ليمون كي تري امبورطون ليزومتري اي لا بروبريوسيبسيون اوكي حتى تجنب ربما الاصابات مثل التي تجنب الاصابه هذه راجعه لهذا الشيء لانه ما فقد التوازن كما تحكي وهذا راجع لانه كان عنده نقص في لا بروبريوسيبسيون ليزومتري صحيح شكرا لك الاخضر مشاهدينا الكلام نروح مباشره نشوف جينجل تاع كلامكم واضح جلال يعيش كلامك مو صح اليوم خرجنا الشارع الجزائري سقسينا الجمهور الجزائري في مشاركات الانديه الجزائريه في المنافسات القاريه وكان رايه بهذه الطريقه شفنا في ليكيب ناسيونال وصلها في لافريك مع لي جوار بروفيسيونيل اي تو جو بونس كو لوكو تاعنا مازال خدمه شويه عندنا دي بون جوار وشني ما عطاولهمش لوكازيون برك بصح لو كان عطاولهم لوكازيون
يلعبوا خير من اللي راهم دروكا في ليكيب ناسيونال. اذا كان عندها الدعم من الفاف والبرمجه ما تكونش كيما العام اللي فات. شفنا وسترا الوفاق سطيف شباب قسنطينه مع كل هذا وفاق سطيف توج بالكاس. احنا نتمناو ان شاء الله وفاق سطيف ولا اتحاد العاصمه يتوج بهذا الوضعيه تاعهم اللي كانت كيفاش كانوا هذه مره ماشي كيف كيف. شكون دوكا اللي زي كيف قاعد يديروا الف حساب لوفاق سطيف. هي عندنا كما يقولوا عندنا فرقكم ملاح بصح لازم لهم يكون عندهم شويه دعم. فهمت كيف يكون عندهم دعم من جهه المسؤولين تاع الرياضه وكاع اتحاد الجزائر. نظن ميمون ولاد الجزائر مع كل احترام مثل شنو ما شكيتش واش راه نقول لك مولوديه الجزائر في الرابطه المحترفه الاولى ماهيش صايبه روحها. كانت اتحاد الحراش ولا بالك خير منها واتحاد العاصمه ان شاء الله يديوها هما درا. في الموسم الفارط وفاق سطيف كان معاه بزاف الحظ باش خذا كاس افريقيا نتمناو له يحافظ ان شاء الله. حنا المهم نجمع نتيجه ان شاء الله للفريق الجزائري ان شاء الله ما نقولوا تشرف كره الجزائريه. ما قال انا مناصر تاع مثل الجزائر تاع الاتحاد اللي يقدر يشرفوا هذا العام الجزائر. ابل ياس ما كانش. يا خويا فريق سطيف فريق كبير ان شاء الله نتمنى ان شاء الله يحافظ على اللقب القاري. كيما مولوديه صعيبه شويه مع لي سطيف هذا العام ما جابوش لي جوار شويه. نورمالمون يديروا لافونسمون بالدرامو داك اللي عطاوه لهم ويشروا شويه لي جوار باش يقدروا يديروا ان تيتر. مي جو بونس با باسكو راهي صعيبه بزاف هذا العام. مثل العلم البابيه معروفين باللعب تاعهم البسيط ما عندهمش بايزومبل المستوى اللي يقدروا يواجهوا به فرق افريقيه. كما فريق مولودية العاصمة مولودية العلمة على حساب واش راني نشوف انهم اهتمام تاعهم على السقوط اكثر من كوب دافريك. اتحاد العاصمة قادر. اذا المشاهدين الكرام الجمهور الجزائري بين متفائل ومتشائم في المشاركات الافريقيه للانديه الجزائريه في الكاف ورابطه ابطال افريقيا. جلال امي الميزه اللي نقولوا عليها سي الجمهور الجزائري يعرف كره القدم مليح يتكلم لك على كل خبر يتكلم لك على مشوار وفاق سطيف العام اللي فات يتكلم لك على الفرق اللي تلعب بالسقوط هذا العام. دونك يا بوكو دو فاكتور اللي راح يدخلوا في الحساب بهذا الموسم في المنافسات الافريقيه. كواكو نعرفوا ان المنافسه الافريقيه هي وقتاش تلعب في الفتره الصيفيه ونهار الفرق تاعنا يروحوا اون فاكونس لعده فرق افريقيه تكون في المنافسه تكون في 15 جورني يكون عندهم الريتم. سي لا اسكو لي زيكيب تاعنا يقدروا يشدوا الريتم في الصيف يقدروا يديروا حاجه في لي كومبيتيسيون افريكان. ان شاء الله الاخضر ربما كلمه في هذا الموضوع ولو انه الجمهور الجزائري يقول بعض الانديه لازم تسلك روحها في الرابطه البعض الاخر يقول لك فيه بعض الانديه ممكن ان ترفع التحدي في المشاركات الافريقيه. طبيعه الحال لما تكون يعني رئيس فريق ولا مدرب تعاود تراجع دائما الحسابات تاعك حتى الفريق الوطني راح يراجع الحسابات تاعك. هنا دوك نعطيك مثال فريق مولوديه الجزائر دخل بامكانيات كبيره ربح لا سوبر كوب ومن بعدك اليوم راهو في سيتياسيون ديفيسيل. دونك لا كوب هذه تاع لا كوب دافريك تاع لا كاف دونك اني با تري امبورطون سي با اون بريوريتي. ليه اليوم هو واش يعاود يدير مجموعه باش ديجا يخمم. وانا قريت اليوم في الصحافه باللي الرئيس ديجا راهو بدا يخمم في الموسم القادم وهذه حاجه يعني جيده ديجا لونتيسيباسيون. فيما يخص يعني الفرق الجزائريه عامه سافا اتخ ان بون انديس للاعب المحلي لانك لو ما بينتش روحك انت ونيفو افريكا ما تقدرش تتكلم على مستوى عالمي. صحيح. ونظن باللي على غرار واش ورات فريق سطيف السنه الماضيه باللي قدروا رغم ان لو ريكروتمون اللي تي او ديرني مومون وكلش قدروا يديروا نتيجه ويتحصلوا على الكاس وهذا راح يزيد دي بوان لو شامبيونا اي لو جوار لوكال ثاني. صحيح سيد نور الدين بركان ما نظنش انه التتويج بهذه الكؤوس ياتي بالعزيمه وخاصه تسطير برنامج. اذا كنت يعني عندك هدف في هذه الدوره ربما راح تحقق شيء من هذا القبيل. يعني هذا مهم جدا ولكن رانا في فتره وين الكره الافريقيه تطورت ماهيش يعني الفرق اللي كانت زمان راهي تطورت. زمان لما تروح لاني سبق لي اني رحت كرئيس البعثه ونشوفوا يعني كاين عامل تاع الملعب عامل تاع الطقس وعامل التحكيم يعني تاع كل شيء. يعني صعيب باش تربح في افريقيا ولكن عندهم شيء اخر هو ان اللاعبين في افريقيا راهم تطوروا
يعني ولو يعني ممارسة كرة القدم يعني ولت أحسن شيء يعني اللي يخلي اسمح لي نزيد لك إضافة نعم. بس كل مدارس يعني الأوروبيين ولو يفتحوا مدارس في إفريقيا وهذا اللي خلاه يعني يفتحوا مدارس وإحنا عندنا ما كانش مدارس يعني سي بورصة يعني لأنه لدينا المؤهلات أكثر من دول إفريقية بورصة يعني كان مثلا إحنا في شبيبة القبائل رئيس شبيبة القبائل محمد شريف حناشي راه بارابور ليكول دو فورماسيون لي سونتر دو فورماسيون وجدنا الأرضية قطعة الأرض راهي واجدة لو بلان راه واجد كل شيء راه واجد وهو وقدم له ورانا ننتظروا غير التمويل أنا التمويل يكون من الخزينة الدولة كحالكم كحال جميع الأندية الجزائرية أندية قاع عندهم قطعة أرض لديهم المشروع ولكن التجسيد مازال ما شفناش على الواقع مازال ما شفناش التجسيد سيد نور الدين بركان وهذا ما نتمنى لأنه مدارس التكوين أكثر بكثير وأهميتها أهم من الاحتراف بهذه الطريقة الأخضر حامي خلينا نعود إلى المنافسة الإفريقية أنت كنت حاضر أمس في ملعب عمر حمادي ببلوغين ظن أنه الفريق اللي كنت لعب فيه اتحاد العاصمة لديه يعني كل ما يتلزم للفوز بهذه الدورة أو للذهاب بعيدا في هذه الدورة سفري هي الإمكانيات كيكونوا حاجة مليحة مي حاجة بليزامبورت زعما اللي تكون ليز امبورطون لي يكون عندك لي جوار عندهم خبره في هذا التونوا هذه كانوا لاعبين من قبل صح كانوا لاعبين لا كوب دافريك ولا لا كوب داف كاف هذه تعاونهم بزاف باش يروحوا بعيد ولو انه في اتحاد العاصمه كاين عندك لي موايا سبق لهم اللعب ابغى اللي عندك لي موايا وما عندكش جوار لاعبين هاد لي تونوا هذه جو بونس ما دير تكون عائق ربما راح تكون عائق جلال يعيش ربما شكرا لك حامية ربما وصلنا إلى نهاية عدد اليوم كنا تحدثنا على جميع النقاط مع الأخضر مع الشيخ نور الدين بركين وكذلك حامية أبو علاء ولو أنه أبناء حي حامية تيريغو بوهران لديهم رسالة يريدون أن يوجهون رسالة إلى مدللهم السابق ولو أنه يعتبرونك مدلل حالي على كل حال فقط المخرج أعطيني الرسالة التي وجهها أبناء حي حامية أبو علاء ليسونسيال هنا الكارتي تاع حامية أبو علاء وتمنى الشفاء قولوا امين ان شاء الله امين حمي يا خويا راك غايدنا بزاف انت جوار كبرت قدامنا هنا في الحومه كي من هذا هكا والله غالب مكتوب تاع ربي هذه جاتك هذا البليسير هذه ولا حاجه اخرى راه جوار كيلعب في جياس كضربوا بحجره مات حنا المهم وتحومتنا تبليسه ما يلعبش كره قدم احتزل تاع معليش قاعد قدامنا الحمد لله يا ربي المهم هذا الكارتي اللي كبر فيه وشرفنا شرفنا هذا الحي فيكتوريغو هذو لا تحومتها ما لا كاع هذا الباتيمو اللي سكن فيها هاوليك جارده اللي يلعب فيه وهاوليك ستاري كبر فيه حمي يا خويا الله يشافيك ونتمنى لك الشفاء ان شاء الله ومعليش حمي احنا راك غايدنا تبغي نعطوك كره نقلعه نعطيك تلعب به نعطيك كون جات كلوه نمدها لك احنا نتمنى لك الشفاء العاجل والسلام عليكم ورحمه الله ايوا غادي نقارعوا كمل غادي نقارعوا غادي نقارعوا مده كبيره باين يطلع جوار كيما حمي ما كاش ما غاديش نعاودوا نمنى على 40 عام ولا 50 عام في هذا الحي هذا هو الحي الفقير هذا هو الحي الفقير الذي انجب رياضيين مشهورين كما عبد الحفيظ صفاوت فريحة بالنيدة برماتي زهير حميدي سامير بوعلام حمية هذا تاني حنا نتمنوا لك الشفاء ان شاء الله بربي حمية الله يشافيك خويا غطنا بزاف حنا ولات حومتك غطنا بزاف خويا غطنا بزاف الله يشافيك امين 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 حمية خويا ربما حامي انا اترك لك لو انك متاثر نوعا ما بهذه الرساله اللي بعتوها ابن حيك وي حاجه ما كنتش نقارع فيها بزاف ما كنتش نقارع لها كاع سورتو قال لك نعطي لك رجلي يعرف يلعب ولا لا هذا سيبورتير تاع حمري هذا كبرت معاه بصح قلنا لا يعرف يلعب ولا لا نو مي خاطيه فوت خاطيه فوت كاع خاطيه في سيبورتير فريمون شنو نقول لهم الله يعطيهم الصحه حمي نقدر نقولوا بلي عطيت يوم كارير مي ربحت المحبه تاع الناس بيان سور الحمد لله ولو انه السيد هذا داير قبعه تاع MCU وانت مدلل لازمو هذا كي كنت صغير كنت كان يقاودني كيما راهم هكا حتى اللي كبرت كنا نشوف الطفل هذا كان يبكي على كل محمد نعم وجه له تحيه حتى الطفل ربما كان يدرف دموع لما كان يتكلم السيد محمد عن حاميه ابو علام احنا حاميه صحيح كنا ماذا بينا نشوفوك في ربما
ان كارير ما تحبش هنايا ولكن تاسفوا هذا هو المكتوب. شكرا جزيلا على حضورك معنا اليوم على تلبيتك الدعوه ونترك لك المجال في كلمه اخيره. كما يقول لك الحمد لله انا راني يعني متقبل لي الوضع اللي قضاء وقدر هذا حاجه تاع ربي يعني متقبلها الحمد لله. ونشكركم انتم ثاني ونشكر كاع اللي وقفوا معايا سواء اتحاد العاصمه سواء الاداره رئيس ربوح وعلي حداد وعلي ربوح حداد سواء لي جوار كاع الله يعطيهم الصحه سواء الجماهير تاع اتحاد العاصمه وجمهور كاع زعما اللي ساندوني كاع الله يعطيهم الصحه والحمد لله اللي راني شغل وقفت على قضاء وقدر. بارك الله فيكم على هذا الشرف. شرف لينا حامي انك متواجد معنا. انا نحييك على شجاعه تقبلك للحادثه اللي صارت لك والمكتوب اللي كتبه لك رب العالمين. شكرا جزيلا لك على حضورك معنا حاميه. سيد نور الدين بركان قبل ان نختم ونوجه الكلمه اخيره ربما هل فيه معلومات عن ملعب اول نوفمبر بتيزي وزو؟ هل في حتعود شبيبه لهذا الميدان؟ يعني لحد الساعة ما كان حتى معلومات. كما تعرفوا أن رانا مقصيين من اللعب مدة سنة كاملة من ملعب تيزي وزو، ولكن كما قلت العقوبات قاسية مجحفة غير قانونية. الشيء يعني اللي خليني نطلب من هذا المنبر الاتحادية باش تعاود تشوف إعادة النظر في القرارات تاعها، وهذا ممكن إن شاء الله. ممكن. ولو أنه البعض من أنصار شبيبة يتمنى الدخول مباشرة في الملعب الجديد اللي راه يوجد في تيزي وزو. الملعب الجديد ماشي يوجد العام هذا، دونك العام الجاي وإن شاء الله إن شاء الله. وبالنسبة لحامية أبو علام نقول هذه يعني مكتوب ربي الحمد لله، ولكن هنا بداية المشوار الجديد. من اليوم عندك مشوار جديد، بل في الرياضة راهي متنوعة. عندك طريق تاع باش في التدريب، مانا اجون جوار، ماناجير، يعني هي توجور حتى محلل حتى محلل لدي يعني الابواب يعني ما تقولش خلاص لم تغلق وانما بدا يعني ولكن الابواب راهي تفتحت جديدة. ما عليك غير تاخذ يعني الطريق الصحيح ان شاء الله. شكرا لك جزيلا سيد نور الدين بركان على حضورك معنا وعلى قبولك الدعوة وحضورك معنا اليوم. شكرا لك جزيلا سيد نور الدين بركان. الخضر عجالي شكرا جزيلا على تحليلاتك وعلى كل ما قدمته اليوم. نلتقي الاسبوع المقبل ان شاء الله. ان شاء الله. وهذه كره القدم يعني عالم كبير، فيها افراح، فيها بكاء، فيه نجاحات، فيه اخفاقات، وهذا اللي تما يخلي يجمع ويفرق الناس. هذه لو شارم تاع كره القدم. ان شاء الله نتمنى ان شبيبه القبائل باش يعني يرد الاعتبار ان شاء الله نشوفوها في الميادين، باسكو ان شاء الله كيما نقولوا حنا كوب دي موند بلا البرازيل سي باراي جياسكا شامبيونا بلا جياسكا يعني ما. وحاميه نتمنى له ثاني كذلك يعني كيما قال لك سي لو ديبي دو كيلكو شوز، هكذا يفو باسي اوت شوز ان شاء الله. الا تحب سبور دوك عندك ان اوت رول توعي الاطفال والتدريب وخاصه اقرا ما تخدمش باسمك، اخدم بالقرايه هكذا. نصيحه سوف يعمل بها حامي ابو علام مستقبلا. واش تزيد يعني تتمنى الجلال؟ تمنيت لهم كاع جلال ما تمنيتلوش جلال. دوك رانا ولينا دوك ولينا خاوه دوك خلاص قال لك ويحب يخبز هكذا لا بالعالم يخبز معاه. شكرا جزيلا لك على الخضر جلال يا شكرا جزيلا على كل الامور اللي قمت بها هذا الاسبوع. وباسمك نحيي كل الطاقم الصحفي في قناه الجزائريه. نحيي كاع طاقم قناه الجزائريه. سنتكلم على مسيو حاميه ما غير حبس لك يا مي. نتمنى لك ان شاء الله بوكو دو سوكسي باسكو عندك البوتونسيال باش دير حاجه كبيره ان شاء الله. وبور الشباب القبائل انا لست قبائلي مي راني قلب ورب مع شباب جزائري ست شهور عقوبه بزاف عليهم. نتمنى ان شاء الله هذا ما نتمناه ان شاء الله. فرق شبيبه فرق كبير. نتمنى يعني ان شبيبه تعاود تسترجع كل حقوقها عفوا اللي سلبت منها ان صح التعبير. كلنا شبيبه القبائل. اذا مشاهدينا الكرام نشكركم على صبركم ووفائكم ومتابعتكم لنا في عدد اليوم. العدد سوف يتجدد إن شاء الله الأسبوع المقبل في نفس الزمان وفي نفس المكان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.